هنجنيها الحصه دي والحصه الجايه. بعدين الاسبوع اللي بعده عملي. حالات ها؟ اه الحمد لله. بس طبعا. حيبان. حيبان انا بتلكم الصراحه محتاج الميعاد جدا. محتاجه تشوفه. بس في النهاية أنا مش راجل متعسر، أنا بدي فرصة، يعني هنا تلاقي. يلا يا جدعان. لوكال تشيست اكزامينيشن نعمل النهارده انسبكشن بالبيشن دكشن. المرة الجاية نعمل اسكالتيشن، المرة اللي بعدها عملي. حس العملي ان شاء الله، حس العملي هيبقى في حالات عملي شيست ان شاء الله، حالات عملي كارديو. لا اللي بعد الجاي. اللي بعده عملي. بعد كده لونج زي ما عملنا في الكارديو كده. مين اللي جايب لنا واخد لنا الشيت النهارده؟ مين واخد شيء؟ محدش واخد؟ النهارده اول يوم. لا ما هو في ناس واخده هنا، احنا قلنا كل حصه هيبقى فيه. النهارده اول يوم بتشتغل كارديو عندنا الخميس عندهم الاربعاء. لو ايه علاقه الوحدات بالموضوع؟ لو تكون جراحه وتروح اسم البطنه تاخد شيء، ما انا الكلام ده قايل لكم عليه. وقايل لكم الاقسام ايه هي وتروحوا تعملوا ايه. لازم تكون واخد اليوم بتاعك يعني. لا انت بتروح. لا عايزين الكلام ده. طيب انسبكشن عندنا ثلاث اولا العيان قلنا يبقى اكسبوزد كويس جدا من اول امبليكاس وانت طالع نص الفاين ده يتقلع خالص. ولو كانت الدنيا برد يعني قلعوا التقيل جاكيت بلوفر والقميص يفتحه على الاخر تنين الحمالات ينفعها على الاخر. وبعدين تبتدي بقى تشتغل من بره لجوه. اول حاجه تعلق على السكين. لما القشر السكين بتلاقي ورا منه ايه؟ بتلاقي ورا منه الشيست وول معلق على الشيست وول. ورا الشيست وول في البلسيشن. يعني احنا في الكارديولوجي قلنا ايه؟ سكين بريكورديوم بلسيشنز. هنا سكين شيست وول بلسيشنز. كويس قوي. فالسكيما مهمه جدا حفظها. وفي تذكر محدش في امتحان العمل بيجاوب من اللي هو مذاكره. انت بتجاوب اللي انت متعود عليه. فمساله انك تكون تقول لك هبقى اذاكر ليله الامتحان او بقابلني هتعمل وحش. لازم تذاكر دلوقتي وتقعد تتمرن طول السنه على انت مذاكره. مفيش حل تاني. كله يذاكر. فالسكين دايليتد فينز وسكارز. سكين دايليتد فينز وسكارز. في كلام تاني انا مش عايز غير اللي انا بقوله. الشيست وول شيب وموفمنت عنوانين. الشيب يا سيمتريكال يا اسيمتريكال. والموفمنت تايب وريت واوفر اكشن واكسبانشن ثم البلسيشنز. نمسك اول حاجه دايليتد فينز. تعمل حاجه اسمها ميلكينج تيست. ميلكينج ايه؟ تيست. ميلكينج تيست قلنا بنعمل لما تلاقي ضايق فين على جلد العيان تعمل له ميلكينج. لو مال من فوق اسرع يبقى سوبيرو فينيكيبل اوبستراكشن. لو مال من تحت اسرع يبقى انفيرو فينيكيبل اوبستراكشن. مين كومونر انه يعمل ضايق فين على تشيست وول؟ سوبيرو فينيكيبل اوبستراكشن. واهم اسبابه يا ثرومبس يا ميديا ستاينال ماس. هاجي بعد كده على السكار. اول حاجه ميديان استرومنتوم سكار ده اللي احنا عارفينه من ساعه الكارديولوجي ده سي بي 4 خلاص. سي كارديو في الرايت والليفت. رايت او الليفت ثوراكوتوم سكار. رايت او ليفت ثوراكوتوم سكار. اوتوم يعني يقطع
سراكو يعني صدر، فسراكوتوم يعني يقطع في الصدر، يقطع يمين يبقى داير داير كده ماشي مع لوبيك فيشر تقريبا. يا ريت سراكوتوم سكار. وده يا جماعه لما تشوفه لازم تدور عليه كويس، ممكن يكون عنده عامل نيومو نيكتوم، نيومو نيكتوم استئصال رئه، او لوبكتومي استئصال لوب فص. الحاجة التالتة بلو ريكتومي تأشير بلورا أشهر بلورا. مين اللي يستأصلوا له فص؟ عمل ناس كتير يشيل لهم فص أو رئة، بالذات اللانج أبسس يكون خراج وعمال تديله في مضاد حيوي وما بيخفش، تحقنه مضاد حيوي ما بيروحش، وبقى المصيبه انه هيبتدي يعدي اللي بقيه الرئه الثانيه خلاص ما بيروحش، العيان تعبان وكبير مدمر لي الفص اساسا. شيل الفص كبير قوي، شيل اللنج. والتي بي في الاربعينات والخمسينات كان عمليه استئصال رئه ده طبيعيه جدا، خراج درن شيل ورمي، كانش لسه فيه الانتي توبيركلس دراجز انتشرت واستخدمت، فكانوا بيشيل الابسس بفصه ورمي عشان ما يعديش الناس الثانيه وما يعديش الرئه الثانيه كمان. يعني تخيل مين من المشاهير اللي كان شايل فص بسبب التي بي؟ عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب سكر الاجيال. تخيل بقى النفس الطويل اللي بيغني بيه ده كله من نقصه فص، من كومباتسات الانفيزيما بقى اكيد اللي كانت عامله الحكايه دي. البلوريكتومي ده في كرونيك امبايما ساعات ما بقالهاش حل تاني، كرونيك امبايما وساعات ما بيبقاش ليها حل تاني خلاص، قشر وخيط في الجدار وخلاص. في بقى الدرينج سكار ده في البلورال افيوجن وساعات بيتعمل في النيوموثوركس. ايه ده بقى؟ تلاقيه هنا في الميت اكزيلري لاين او بوستير اكزيلري لاين في السبيس 7 او 8 او 9 تحت اللي هو الديبندنت بارت، يدخل الشيست تيوب ويسحب البلورال افيوجن. ساعات لما يكون ترانسوليت يسحبوه بابره فما يبلوش اثر، فيديك في الهيستوري انه ساحب وما تلاقيش سكار فتستغرب، ما تستغربش ده بيبقى ترانسوليت، يعني ينفع يسحبه بابره، انما لم باس بلاد لازم انبوبه. حتى الاندر ووتر سيل اللي بيسحبوا بيها الهواء في النيوموثوركس برضه بيبقى سكارها هنا بس بيبقى فوق شويه لان الهواء بيبقى فوق. فتعال ايفر بقى ما لقيتش سكار ولا دايليتد فين تقول نو دايليتد فينز نو سكارز. بعد كده هاجي على الشيب، الشيب تروح تقف عند الفوت سايد اوف ذا بيل وتبص تانجنشال تكون نايم على حاجه مستويه وتساله هل الانتروسيور دامتر اليمين زي الانتروسيور دامتر الشمال ولا لا؟ شوف سيمتريكال ولا اسيمتريكال. انا اخترعت طريقه كده فكره ميزان الميه، بجيب قلم او عصايه او ستيك احطها كده وكده وكده على ثلاث مستويات، شوف اي انكلينيشن فيها يديني لو في مينيمال اسيمتري في التشست وور. احيانا بيبقى الاسيمتري البسيط قوي ده سببه العين مانيوال وركر فتلاقي عنده بكتورالس اكبر من الثانيه فيعني ما تتخضش قوي يعني لو مينيمال. المهم يا يطلع سيمتريكال يا يطلع اسيمتريكال. طيب لو طلع اسيمتريكال يبقى ايه الاحتمالات؟ يا اما يونيلاترال بلج، يا اما يونيلاترال ريتراكشن، يا اما سكوليوزس او كايفوسكوليوزس. يونيلاترال بلج ايه اللي يعمله؟ يا بلورال افيوجن صح؟ يا نيوموثوركس. ليه؟ هل عشان الميه والهواء بينفخوا العظم؟ لا، هو العظم له تندنسي انه ريكويل على بره بس هو ماسك في اللنج، فلما دخلت ميه ما بين الفيسرال والبرايتر بلورا انفصلوا عن بعض فحصل يونيلاترال بلج وحصل يونيلاترال كولابس. وخلي بالكم ان اليونيلاترال بلج ده مش هتحرك خالص، ابسنت موفمنت. ليه؟ لانه خلاص
اكواير الماكسيمال سايز بتاعه. اليونيلاترال ريتراكشن فايبروزس او كولابس لانهم ريتراكتايل تيشو، ودول بيعملوا ليميتد موفمنت مش ابسنت بس ليميتد. لما يكون انت اللنج بتاعك فايبروتيك وشد ثراس كيج لجوه، تركيزها المصل لما تيجي تشتغل في مقاومه مش قادر تفرد. ولذلك يجي الدكتور يسالك السؤال الشهير، لو لقيت اسيمتريكال شيست تعرف منين ان دي نورمال ودي ريتراكشن، ولا دي اللي نورمال ودي بلج؟ تقول له خد نفس، خد نفسين، خد كذا نفس ورا بعض. الناحيه اللي فيها ريستريكتد موفمنت هي دي الابنورمال، والناحيه اللي فيها الفري موفمنت هي دي النورمال. فلو كانت الكبيره هي اللي ما فيهاش حركه يبقى ده بلج، الصغيره هي ما فيهاش حركه يبقى ده ريتراكشن. طب ممكن تقول لي يا دكتور في الامتحان لو عندي اسيمتريكال شيست افكر في ايه؟ فايبروزس يا ابني، وغالبا بيبقى السبب يا ابسس يا تي بي، يا لونج ابسس يا تي بي غالبا في الامتحان. الاحتمال الثاني الاقل البلورال افيوجن، بس انا ما اقدرش اجيب لك في الدرس هنا حل البلورال افيوجن. يبقى ازاي ترن اوفر تتسحب؟ مش هقول للعيال خليك طول عمرك ما تتسحبش عشان اوريك للطلبه 20 سنه عمره ما يبقى كرون، فاهم؟ عشان كده ما تشغلوش انا بيجي في الامتحان بعد ما اكتب البلورال افيوجن ادخله الامتحان. طبعا ده يونيلاترال بلج، الناحيه دي ما بتتحركش خالص وعليها ستوني دال دالنس رهيب. طيب الحاجه الثانيه رينس كوليوزس اللي هي لاترال بيندنج اوف ذا فيرتبرال كولم. ايه مشكلته ده؟ قال لك لو مايلد، لو مايلد يبقى نو افكت ملوش اي تاثير، انما لو سيفير ده بيدستيرب الفنتيلاتري فانكشن. سيفير سكوليوزس عضلات مش مرتاحه وهي بتكونتراكت، فده ممكن يعمل لك هايبوكسيا، يعمل لك ريسبيرتوري فيلير. والريسبيرتوري فيلير طبعا بيعمل هايبوكسيا، والهايبوكسيا تعمل بالمونري فاز كونستريكشن، فيعمل بالمونري هايبرتنشن ثم رايت فنتريكولار انلارجمنت، وهو ما يعرف باسم الكور بالمونري. ويعمل ريسبيرتوري العضلات مش شغاله. انت الاورجن والانسرشن ليهم اماكن محدده. لما يكون عندك سكوليوزس اي ديفورمتي سيفير، بس اي سيفير ديفورمتي في الثراس الكيج يخلي العضلات ما تشتغلش كويس، مش قادر ياخد نفسه، فيجي له ريسبيراتوري فيل. تعالى بقى على مين لو طلع سيمتريكال. لو طلع سيمتريكال ممكن يكون شكل من سته. اول شكل اسمه الليبتيكال بيضاوي، ده ينزل في الامتحان طبعا. تاني اسمه شكل اسمه بارل، ده ينزل في الامتحان طبعانين. بعدين الفلات والبيجن والبيكتس بينزلوا ممكن طبعا، كل ده ممكن يجي في الامتحان، بس اكتر حاجتين الاليبتيكال والبارد. الاليبتيكال ده بنعرفه ازاي؟ بيبقى الانتروبوستيرو دايمتر بالنسبه للترانس فيرس دايمتر يساوي 5 إلى 7. الانتروبوستيرو دايمتر بالنسبه للترانسفيرس دانتر 5 إلى 7، فالمقطع يخليه بيضاوي. وده يا جماعه النورمال شيب، نورمال شيب ده اول حاجه. الانتروبوستيريو بالنسبه للترانسفيرس 5 إلى 7. السؤال هو هقيس الانتروبوستيريو دانتر والترانسفيرس دانتر ازاي؟ في طريقتين. الطريقه الاولى انك تجيب كتاب تحطه كده وتقيس من اول الكتاب لحد السرير، ده الانتروبوستيريو دايمتر، وكتابين وتقيس ترانسفيرس دايمتر ما بينهم وتجيب الترانسفيرس دايمتر. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انت تقيس الترانسفيرس من اول الانتيرو اكزيلري للبوستيرو اكزيلري، والانتروبوستيريو والترانسفيرس من اول الانتيرو اكزيلري لحد الانتيرو اكزيلري. الريشيو ما بين دي ودي هي نفسها الريشيو ما بين دي ودي 5 إلى 7، فمش هتفرق. فالاحلى انك تقيس الانتروبوستيريو من الانتيرو بوستيريو اكزيلري لاين، والترانسفيرس من الانتيرو الانتيريو اكزيلري لاين. الشكل الثاني اسمه بارل شيست. وبارل شيست معناه هايبر انفليشن موست بروبلي انفيزيما. ايه بقى مواصفات البارد شيست؟ حاجه كده بتاع 8 اوصاف. بص يا استاذ،
عارفين ان الريبس مايله كده، الريبس مايله، فالكسر لما بتكونتراكت بتشد الريبس على فوق زي ما شرحنا الحصه اللي فاتت، فبتزود الانتروبوسيور ديامتر وتخلي الريبس هوريزونتال. لما بتخرج نفس ترجع مكانها تاني. طب انا باخد نفس اكتفلي وبخرج نفس باسفلي عن طريق الاستيك ريكويل، ما ده التمهيد بقى اللي احنا قلناه. الانفيزين عندي نص الاستيك ريكويل، فباخد نفس ولا اعرفش اخرجه، يبقى كده بس مش عارف اخرجه. فيفضل الشيست في حاجه اسمها بيرمننت انسبيراتوري بوزيشن، بيرمننت او فيكسد انسبيراتوري بوزيشن. تعال نوصفه بقى. اول حاجه سيمتريكال، يبقى اول وصف انه سيمتري. اتنين، بص لي سيبك على كده، يبقى انكريز في الانتروبوستيريور ديامتر، انكريز في الانتروبوستيريور ديامتر بحيث يبقى اكبر من او يساوي الترانسفيرس ديامتر، اكبر من او يساوي الترانسفيرس ديامتر. يعني بدل ما يبقى 5 ل 7 لا، ده يبقى 7 ل 7 او 8 ل 7. كمل معايا، هوريزونتال ريبس وايد انتركوستال سبيسز، بقى الريبس كانت مايله كده، فاكرين البامب هاند الباكت هاندل هتبقى وايد انتركوستال ان، يبقى اذا هوري هوريزونتال ريبس وايد انتركوستال سبيسز وايد سبكوستال انجل وايد سبكوستال انجل. كده خمس صفات اهم. طيب انت خدت نفس مش عارف تخرجه، طب النفس اللي بعده تعمل فيه ايه؟ تشغل الاكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن اللي هم الاسترنوماستويد والاسكاليناي والترابيزياي اللي هم انسرتد في الكلافيكل والفيرست والسكند ريب، فيقوموا مع كل نفس يشدوا الثراسك كويج بالكامل لفوق، فالديسنت اوف دايفرام بيبقى مور افكتيف، فتلاقي الثراسك كويج طالع نازل طالع نازل ترانس هوريزونت فيرتيكالي بدل ما كان بينفخ بالعرض والانتروبوستيريور، فيبقى بدل باكيت هاندل يبقى بامب هاندل موفمنت. يبقى الحاجه اللي بعد كده اللي هي البامب هاندل موفمنت instead of the normal bucket handle movement. شايفين من المره دي بنشرح احنا مستريحين ازاي؟ التأسيس يا اخوانا، افهم التأسيس. طالب يا مستعجل خش لي في المفيد يا حبيبي، والله والله ما تفهمش هيتعبني وانا بشرح دلوقتي خلاص. وبالتالي الاوفر اكشن اوف اكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن، يا اما تشوف العضلات نفسها وهي بتشد، يا اما لو عين تخين مش شايف العضلات وهي بتشد، تبص على الكلابت تلاقي طالعه نازله كده فيرتك، ده ما تشوفش نورمال ابدا، ما تشوفش الكلابت طالعه نازله، وتلاقي الثراسك الكيج بيتحرك كده كده. تيجي الاوفر اكشن اوف اكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن سميها البامب هاندل موفمنت. كلمه بامب هاندل موفمنت الممتحن ما يعرفهاش، عشان تقولهاش تقول الثراسك الكيج موفز اب اند داون ديورنج ريسبيريشن دوت اوفر اكشن اوف اكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن، توصفها. الحاجة اللي بعد كده طبعا خدت نفس، فطبعا الاسترنال مغطيه على مين؟ على السوبرا استرنال بارت اوف ذا تراكيا، يبقى ريديوسد سوبرا استرنال تراكيا. الحاجة اللي بعد كده هوريزونتال شولدرز، بدل ما الشولدرز نازلة كده عاملة كده هوريزونتال شولدرز. يعني احنا الأربع اللي فاتت في حفلة سيد الصاوي كانت علي الحجار، فكنت عازم ولد وخطيبته، يعني عندي بياخدوا عندي في اكتوبر يعني. فالبنت أول ما دخلت قالت إيه ده؟ انفيزيما. هو بيعمل إيه؟ هو علي ده أطول نفس في المطربين كلهم. بيقلب الدافرام، عنده مهارة الدافرام كده. لما تيجي تخرج نفسك عشان مثلا تقول له آخر. وبيخليه كده. بيخليه كده. ممكن يقعد يقول مثلا 10 دقايق. هو بيقول ايوه دي حقيقه. فهو من كتر التريننج فعلا حصل له هايبر انفليتد تشيست واقف عامل كده. نفسه كبير جدا، نفسه كبير جدا يعني. اسمعوا له اغنيه اسمها على قد ما حبينا اول ما غنى خالص. في اخرها بيقعد يقول نفس غير طبيعي. فالدافرام كده عند القبه كده هو بيقلبه كده. يقول لك بسرق ايه؟ مش عارف قال كلمه كده كان مره استضافوه يعني. قالوا بتعملها ازاي؟ فقال لهم بقلب الدافرام.
الله يا لون بقلب الحجاز الحاج. ها كان زمان هو اول ما طلع خالص كانت مستضيفه واحده اسمها نجوى ابراهيم. فبتقول له انت بتعمل كده ازاي؟ قال لها بقلب الحجاب الحاج بيخليكم كده سيمتريكال. اطول نفس مقرن معروف يعني عبد الباسط ممكن يقرا حاجه بتاع 5 6 7 8 ايات ورا بعض في نفس واحد، شيء مذهل. في واحد نفسه اطول منه بس مش بنفس جمال الصوت، عبد الباسط مع ادي عشتي، والله العظيم مع ادي عشتي عبد الباسط صمد. ايه ده صحيح؟ القبر بتاعه طبعا هو الاقصر، القبر بتاعه مشغل المصحف بصوته 24 ساعة يخلص يتعادل يخلص يتعادل مصحف يخلص. تخيل واحد قبره في القرآن بصوته طلق على وشي هنقر على الراجل بحبه جدا عبد الباسط. عندي ذهول وعلى فكرة مقدر في الدول الإسلامية التانية أكتر من هنا. هو اللي عامل مدرسة القرآن. أقول لك ليه؟ لأن كان زمان في السعودية ممنوع، كانوا بيحرموا التجويد، كانوا بيحرموا التجويد اللي هو اللي فيه اللحن ده، وبعدين دخلوا المدرسة دي حديثا وكان الرواد بتاعها هو والمنشاوي بالظبط، والحصري في الترتيل أفضل. ويدرسوا مقامات بقى، يعني مثلا يعبر ازاي عن طريقة حفظ المقامات. ما يجي تقول السماء والأرض، يقول السماء على طبقة عالية والأرض على طبقة واطية عشان يبقى الصوت بيعبر. ده لا، ده أنا شفت راجل كان بيعلم بنت مغربية أفضل مسابقة في التلاوة في القرآن الكريم، كان قاعد يديها حصة في المقامات والكلام ده. فتقول لا ما تقالش كده، يقولها بقى بحيث تحس فعلا الشعور بتاع الآية وصلك من خلال البصرة في الحاضر. بموت فيه، حاجة مش معقولة. ولاده مش زيه. بص بقى كم صفر. سيمتريكا. Increase the anterior diameter. أنا طول عمري بقى معجب بأصحاب المواهب الاستثنائية. خصوصاً لما يعرفوا يوظفوها. على فكرة أنت ممكن أي واحد من العاديين ده يكون عنده موهبة ملاش حل. بس هو مش واخد باله منها فما توظفتش. ممكن واحد يكون صوته خطير. أو مثلاً بيعرف يعمل حاجة محدش عارف يعملها. دور في نفسك على فكرة، ودي نصيحة، دور في نفسك ربنا خاصك بإيه. ربنا خاصك بإيه؟ لأن أحياناً في ناس بيتغير مسار حياتها بالكامل ويحققوا ثروات ويحققوا شهرة ويحققوا قيمة لمجرد إن هو كان ممكن يبقى دكتور عادي زي مليون واحد فوق أي واحدة صحية زي الدكتور ربيع، لكن هو اكتشف حاجة في نفسه غير المجال خالص فبقى حاجة عظيمة جداً في المجال ده. يعني هو ده المثل، احسن مثل المؤسف يعني طول الكلام. ليه ما في مهندسة اشتغلت رقاصة؟ مش عارف اسمها ايه كده، دي اكتشفت نفسها مهارات. يعني كل واحد فيكم يدوق. عايز اقول حاجه بقى، اذا دي مواصفات البالانس شيب تشيست، هل لازم الاقيها كلها؟ لا، كفايه قوي ان هو يكون سيمتريكال انكريز انت بتصير ده انت مع وايت سبكوستال انجل. بقيه الحاجات تبقى موجوده برضه بس مش لازم كلها. سؤالي بقى، دول حوالي 8 اوصاف، ده معناه ايه؟ معناه هايبر انفليشن موست بروبلي انفيزيما. دكتور في حاجه بتعمل هايبر انفليشن غير الانفيزيما؟ سيناي اللوس اوف الاستيك ريكويل، عواجيز بتكون الريكويل بتاع الجلد وبتاع الرئه. تلاقي كتير من الناس العواجيز العاديه ما عندهمش سيو دي ولا حاجه، بالذات لما يكونوا رفيعين بيبان عليهم المنظر. البايلاترال نيموثوركس يعمل هايبر انفليشن، بايلاترال ماسيف بلورال افيوجن
ممكن الطب يبقى عندهم يعني باسم رهيب. طيب ولذلك ما تجيش في الامتحان تقول حالتك انفيزيما، لا تقول له هايبر انفليشن موست بروبلي انفيزيما. ليه؟ لان انفيزيما يقول لك كده، تقول له لان الانفيزيما از ا باثولوجيكال تيرم نوت ا كلينيكال تيرم. يعني لازم اخد عينه وافردها تحت الميكروسكوب واعمل بايوبسي واشوف ايه اللي في درابشر في انتر الفر سيبتا ولا لا، وابتدي ابص كويس. طيب كلمه بارل يعني ايه؟ بارل تشيست يعني كلمه بارل يعني برميل. كلمه بارل يعني برميل لغويا، لكن طبيا معناها الصفات دي. بمعنى ان لو جالك عيان شكل صدره مش شبه البرميل لكن فيه الصفات دي، ده اسمه بارل تشيست. لو ما فيهوش الصفات دي ما اسموش بارل تشيست، حتى لو العيان اللي داخل عليك شكله عامل كده. يعني لو جالك عيان شكله عامل كده حرفيا بس ما فيهوش الصفات دي ما اسموش بارل تشيست. تاني هيجي يقول لك ايه في الاكس راي بريكاردال افيوجن فلاسك شيب. عارفين فلاسك شيب يعني ايه؟ كلمه فلاسك شيب يعني انكريز في الكارد ثراسك ريشيو، سموث ريجولار بوردرز، لانج اوليجيني. لو واحده بالثلاثه ناقصه ما يبقاش اسمها فلاسك شيب، لو واحده بالثلاثه ناقصه ما يبقاش اسمها فلاسك شيب، حتى لو الهارت جالك في الامتحان شكله عامل كده. وادي السحاحه، فين السحاحه كده؟ فلو الهارت شكله كده لكن في صفه من الثلاثه ناقصه ما يبقاش اسمه فلاسك شيب. السوانك مش معناها شبه رقبه البجع، معناها هايبر اكستنشن في البروكسيمال انتربلنتر جون، ده معناه. وبالتالي احفظ عني هذه الجمله، ما دي شغلتي. الالفاظ الانشائيه اذا ذكرت في الكتب العلميه تفقد معانيها اللغويه وتكتسب معاني علميه. فبارل بارل لا تعني برميل، بارل تعني برميل في شكسبير، انما في ماكلويد تعني الكلام ده. فلاسك شيب تعني دورق في شكسبير، انما في ماكلويد تعني الثلاث صفات دي. ارجوك تفهموا هذا الكلام. تقول ده مش شبه البرميل، هو ايه هو؟ مش معلمناش عربي البرميل، في ديسكريبشن. طب ليه بيسموها كده؟ اختصارا بدل ما يقعد يقول لك الكلام ده كله، يقول لك بارل فانت فاهم ضمنا ان ده المقصود. فليها ديفينيشن، الفاظ الانشائيه. طيب مثلا لك ايه؟ بوت شيب دهار. الاقي بص بوت شيب دهار يا جماعه هو الكورن سابور، ابترند ايبكس، اكزاجيريتد ويست، لانج اوليجيني. لقيت المنظر ده للفتحه الفلف ده اسمه بوت شيب دهار. ما لقيتش المنظر ده ما يبقاش اسمه بوت شيب دهار، حتى لو كان الهارت شكله عامل كده. وبكعب يعني ده مثلا مش بوت شيب دهار. كل طالب يشوف المنظر يقول لك بوت شيب دهار، لا ده شولدرنج بتاع الانيوريزم. يعني المقصود ان في ديسكريبشن، دايما نسال على الديسكريبشن. ارجوكم اتوسل اليكم، فده معنى كلمه بارل تشيست، ارجو ان يكون فهم. اذا فالبامب هاندل موفمنت من مواصفات البارل تشيست، خلي بالكم من المساله. في بقى اشكال ثانيه، حاجه اسمها فلات او ايلر تشيست، ده عكس البارل تشيست. ده ديكريز في الانترو بوستيريو دايمتر، ديكريز في الانترو بوستيريو دايمتر، بحيث ان هو بالنسبه للترانسفيرس دايمتر اقل من 5 ل 7، اقل من 5 ل 7. هاجي على البيجون تشيست او البيكتس كارينيتم، البيجون تشيست او البيكتس كارينيتم. كارينا يعني ايه؟ يعني المنظر ده، في المنظر ده البيوت الاوروبيه بتعمل السقف بشكل كده عشان الجليد، مش كده؟ المنظر ده اسمه الكارينا، مشتقه منها البايفوركيشن بتاع التراكيه اسمها الكارينا، ومشتقه منها ايضا البيكتس كارينيتم لما يكون الصدر المقطع بتاعه ليه بوز من هنا، ليه بوز كده، ده اسمه بيكتس كارينيتم. ايه اللي يعمله بقى؟ او اسمه بيجون شيست لانه شبه صدر الحمامه، الحمامه صدرها ليه بوز كده عشان تبقى انسيابيه في الطيران. فاي انسان له بوز في صدره يعني تعرفها، بالج اوف ذا ستيرنم اند ادجيسنت كوستال كارتلجز،
زائد depression along the origin of diaphragm يسموها هاريسون سالكس زائد inverted costal margin. costal margin عامل كده. ايه سبب المسألة دي؟ ست أسباب، ثلاثة جينيتك وثلاثة أكواير. ثلاثة جينيتك وثلاثة أكواير. هقول الثلاثة الأكواير بالأول. أنت عارفين بكر التواليت بتاع الحمام ده؟ بعد ما بيخلص مش في كرتونة كده اسطوانية؟ هنمسك الكرتونة دي كده، حط إيدين عليها من جنبين، هي عاملة كده. لما أضغطها كده مش يطلع لها جزء من قدام جزء من ورا؟ أو استراس الكتف لو ضغطته كده هيطلع له جزء من قدام بس، لأن ورا فيه برتبرة الكولا من قوي. يمنع البلج من ورا. ايه بقى اللي يضغطه كده؟ الديافرام. لان الديافرام انسرتد في اللور ريبس من جوه. الديافرام انسرتد في اللور ريبس او اوريجينيتنج من اللور ريبس. فيقوم لما يكون العيان عظمه طري جدا زي في حالات الريكتس الاوستيوماليشي، فمع كل ديافراجماتيك كونتراكشن يقوم شادد اللور بار، تقوم عامل لي بلج هنا. مش بس كده، ده يعمل لك ديبريشن الونج الاورجن اوف ديافرام اسمه هاريسون سالكس، ويبتدي الكوستال مارجن يبقى ايفرت بسبب الشد اللي حصل ده. طيب افرض عظمك طري بس مش جدا والديافراجماتيك كونتراكشن قوي جدا، يبقى نفس التاثير ولا لا؟ ايه اللي خلى الديافراجماتيك كونتراكشن قوي جدا؟ سيفير ريسبيراتوري ديستريس زي برونكيال ازما سينس تشايلد هود، عشان العظم يبقى لسه طري. صحيح مش طري قوي زي الاوستيوماليشيا وزي الريكتس، لكن طري بالنسبه للادر. فيقول لك ايه؟ سيفير ريسبيراتوري ديستريس زي برونكيال ازما سينس تشايلد هود. ادي ثلاث اسباب هم يعملوا نتيجه. في ثلاث اسباب تانيين بقى جينيتك. زي ايه؟ زي المارفان سيندروم. المارفان سيندروم بيبقى معاه سكيلتال ديفورمتيز من ضمنها البيجن تشيست. زي ايه كمان يا دكتور؟ زي ال هيريد فاميليا. في عيله كلها كده متوارث، واحد خد بنت عمه هم الاثنين عندهم بيجن تشيست، العائله كلها بقت بينهم شيفت ماشيين في السرعه عاملين زي السرب كده بيش. وساعات يبقى واحد في العيله لوحده ميوتيشن اسمه سبورادك، يبقى العيله كلها يا واحد لوحده تريد فاميليال او سبورادك او المارفان سندروم. اذا ست اسباب يعملوا البيجن شيفت. في الامتحان الدكتور يسالك يقول لك ايه يا ابني اسباب البيجن شيفت؟ فطبعا الطالب مش مذاكر فيقوم فاكرها من الاطفال فيقوم قايل له ريكتس. طالب الدكتور يتعصب لان انت في امتحان شيست. فنمره واحد قال ايه؟ سيفير ريسبيراتوري ديستريس سينس تشايلد هود، دي اللي نمره واحد. بعدين بقيه الاسباب اتقال بعد كده لان دي اهم واحده متعلقه بالشيست. ايه كمان يا ابني؟ الريكتس والاوستيوماليشيا والسبورادك وهيريدو فاميليا ومارفان سندروم كده. يقول لك طيب اصل انت لو قلت له ريكتس هيرد عليك هتستفزه. يقول لك يا ابني هو كل فيجن شيست راكيتك شيست؟ قول له لا، مش كل فيجن شيست راكيتك شيست. طب امتى الفيجن شيست نسميه راكيتك شيست؟ قول لما يكون في اذر ساينز بريكتس اللي هي الروزري بيدز والهاريسون سالكس كده كده موجود. يقول لك عظيم الروزري بيدز لو العيان خف تختفي ولا تفضل موجوده؟ لا تختفي. ولذلك وجود الروزري بيدز معناها اكتف ريكتس، معناها اكتف ريكتس. انما الهاريسون سالكس بيفضل موجود. فافتكر الاتش مع الاتش والار مع الار، هاريسون هيلد ريكتس، روزري ريسنت ريكتس، روزري ريسنت هيلد هاريسون سالكس يفضل موجود. يحصل لها ادوات وتختفي. عكس بقى البيجن تشيست فيكتس اكسكافيتا، فيكتس اكس كافيتا ده العكس. ادي الاسترنم اهي وادري وادري وادي فيرتبري اهي. depression of the sternum and the adjacent costal cartilages. depression of the sternum and the adjacent costal cartilages بالذات اللور اند ده اسمه بيكتس. بيكتس يعني صدر، يعني من بيكتوراليس هو اكسبكتوريشن. اكس يعني لبره، كافيتوم يعني كافيتي، يعني كافيتي على الصدر باصص لبره. دي لو مايل ملهاش تاثير، يعني لو تضايق بس شكلها
ولو ان في ولاد بيحبوا يبقى عندهم بيضه سكسكافيت صحيح قوي، يبقى يمشي على البلاج يعمل لك كده، هو بيحاول يوحي ان دول العاليين مش دي اللي داخله، يبقى الرب بيلعب بنش يعني. فهي مام. انما لو سيفير تعمل ايه بقى؟ تضغط على الموست انتيور تشيمبر اللي هو مين؟ الرايت فنتركل. طب مين في الامراض الكارديو بيضغط على الرايت فنتركل؟ كونستريكتد بيريكاردايتس. تدي كلينيكال بيكتشر سيميلر تو ذات اوف كونستريكتد بيريكاردايتس، كوزمون ساين، فريدرايخ ساين، ديب اكس، ديب واي، الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. طيب الحاجه الثانيه لو ضغط اكتر، لا ده لو ضغط اكتر بيزيح الهارت خالص ويعمل ديسبيسمنت للايبكس. احد اسباب الايبيكال شيفت كان الفيكتوس اكسكافيتر. لو ضغط اكتر واكتر ممكن يدخلك هارت فيلير، لو بيدسترب الاناتومي بتاع الهارت خالص يبقى في كومبريشن على الجريت فيسلز ممكن يدخلك هارت فيلير. طبعا ما تبص الصوره اللي قدام، شوف الصوره صورتين ورا بعض اهو. ده مش بس كده، ده غير ان هو يعتبر من ضمن السكيليتال ديفورمتيز اللي بتيجي مع المارفان سيندروم، مش قلنا الفيجن شيست بيعمل، ودي كمان هو يعرف المارفان سيندروم بالكارديولوجي يبقى معاه اورتيك ريجيرج ومايتر ريجيرج، اورتيك ريجيرج ومايتر ريجيرج. ايه كمان بيجي معاه؟ مايترال برولابس، والمايترال برولابس بيعمل مايترال ريجيرج. خمس حاجات اهم لهم علاقه بالكارديو. السادسه ليها علاقه بالشيست بقى، لو سيبير بيكتس اكسكافيتر بيغير الجيومتري بتاع ثراسك كيج فيخلي الانتركوستال مش شغالين كويس، فده يعمل لك هايبوكسيا وبالتالي ريسبيراتوري فيلير وكور بالمونيه. نفس البيكتس اكسكافيتر جينا كتبها مره قبل كده مع الكارديولوجي، بس كاتب الشيست الامبورتنس بتاع حاله الشيست في الاخر، انما هنا كاتبها في الاول. بس ده الفرق، لو سالك على البيكتس اكسكافيتر في الكارديو تقول الخمس حاجات الاول، لو سالك الشيست تقول الريسبيراتوري فيلير الاول. الكايفوزس نفس القصه، لو مايل ملوش تاثير، لو سيفير برضه دخلك في ريسبيراتوري فيلير. اي سيفير سكيلتال ديفورميتي بيعمل ريسبيراتوري فيلير وحاجه اسمها ريستريكتيف كوربال مونال او سب اكيوت كوربال هتاخدهم يعني. ادي يا سيدي الايه، ايه فعليا اللي بنشوفه فعليا الليبتيكال والباري، لكن البيجن ساعات بنشوفه، البيكتس ساعات بنشوف، الحاجات دي كلها بتتشال. تعالى بعد كده على مين؟ على الموفمنت. الموفمنت تايب وريت اوفر اكشن واكسبانشن. في حاجه اسمها الريزم، عندك سيبك من الريزم ده، الريزم ده قراءه كده للعلم يعني. كاين سكوت بريزنج وبيوت بيوت بيوت بريزنج واتاكس بريزنج. تايب ريت اوفر اكشن اكسبانشن، ايه التايب؟ هو مش احنا قلنا ان الانسبيريشن از ان اكتف بروسيس تعتمد على مصر كونتراكشن، والاكسبيريشن از ا باسيف بروسيس تعتمد على الاليستيك ريكويل اوف ذا رام؟ يبقى الانسبيريشن اكتف بروسيس تعتمد على مصر كونتراكشن. ايه هي المصر دي؟ تستخدم نورمالي دايفرام والانتركوستال، وشرحنا ازاي بيشتغل. جميل، مين دوره اكبر في النفس، الدايفرام ولا الانتركوستال؟ الدايفرام في الرجال 70% 30% انتركوستال، في الفيميلز ربنا خلى الانتركوستال زي الاب 60% والدايفرام 40%. ليه؟ عشان بتحمل، وبالتالي الدايفرام لو قوي هيقعد يمجح البيبي في الاول شويه، يلاقي نفسه في الشارع، البيبي بيرحمه في الاول وبعدين نفسه في الشارع يتظل. الحاجه الثانيه لو البيبي كبر وهي معتمده على الدايفرام في نفسها مش هتعرف تاخد نفس، ربنا يقول لها بس انا خليت النفس من فوق والديافرام على هادي كده، لا تضايق البيبي ولا البيبي يضايقه. حاجه عظيمه بالذات في التشايلد بيرنج بيبي، ده المنظر موجود في سن البلوغ لحد سن الياس. وبالتالي حركه النفس تبان في الرجاله في الابدومن اكتر من الشيست، فيسموها ابدومينال مينلي او ابدومينو ثراسك، وفي الستات تبان ثراسك مينلي او ثراكو ايه؟ ابدومين. السؤال بقى امتى تبقى ثراسك اونلي؟ لو الدايفرام ما اشتغلش.
يخلي الدفران ما يشتغلش؟ ان يحصل له ليميتيشن من ثلاثه، يا ميكانيكال ليميتيشن، يا بين ليميتيشن، يا نيورو ماسكولار ليميتيشن. ميكانيكال ليميتيشن زي تنسى سايتس او اي حاجه تزود الانترا ابدومينال بريشر، فالدفران مش عارف ينزل. بين ليميتيشن التونايتس، ماتش خالص. نيورو ماسكولار ليميتيشن دايفراجماتيك بارالس، دايفراجماتيك بارالس. بس الدايفراجماتيك بارالس بيعمل حاجه اسمها ابدومينال بارادوكس. يعني المفروض ان الصدر والبطن بيطلعوا كده مع نفس، لا ده هتلاقيه بيعمل كده، الصدر يطلع والدفام يدخل والبطن تدخل. ليه؟ لان البارالايز دايفرام بيتسحب على فوق بسبب النيجاتيف ثراسك بريشر، فيقوم الانتر ابدومينال بريشر يقل فالبطن تخش لجوه، يبقى كده. الدايفرام لما بيبارالايز مع النفس بيتسحب على فوق بسبب النيجاتيف بريشر، فتلاقي الانتر ابدومينال بريشر قل فالبطن تخش لجوه بدل ما تطلع لبره. تعرفين لو واحد عنده دايفراجماتيك باريسس، الدايفرام يطلع لبره عادي بس مره ومره. يسموه ريسبيراتوري الترنانز. وعارفين لو يونيلاترال دايفراجماتيك باريسس، تلاقي مع النفس البطن بتعود كده لان في دايفرام طالع ودايفرام نازل. فالمنظر ده يتسمى يونيلاترال يونيلاترال ريسبيراتوري موف، تيجي على جنب. الكلام ده ناخده مع الابدومين. انما اللي يهمني دلوقتي لان حاجات كلها متعلقه بالابدومين، يعني بيريتونايتس ودايفراجماتيك باراليسيس. طيب ده الحاجات اللي تخلي حركه النفس ثراسك اونلي. طب ايه اللي يخلي الحركه ابدومينال اونلي؟ ان الانتركوستال ما تشتغلش. نيورو ماسكولار ليميتيشن زي انتركوستال موسل باراليسيس في الكوادريبليجيا. بين ليميتيشن زي بلوريسي او تروما. بين ليميتيشن. ميكانيكال ليميتيشن زي انكيلوزنج سبونديلايتس. تعرفين الترانسفيرس بروسس اللي هنا دي؟ عاملين الارتكيوليتنج معاها الريب. حاجه اسمها كوستو ترانسفيرس جوينت. ده اللي بيفتح معايا لما اجي اخد نفس. فلما يكون في تكلس او تيبس، حاجه اسمها انكيلوزنج سبونديلايتس، التهاب الفقرات التيبسي، فمش هتفتح معايا، فتلاقي الصدر ما بيتحركش، فالحركه كلها تبقى ابدومينال. دي تعتبر ميكانيكال ليميتيشن. ايه تاني بقى ميكانيكال ليميتيشن؟ دي اللي عليك في الامتحان، سيفير امفيزيما. لان سيفير امفيزيما فيكسد ان سبايراتور بوزيشن، مش رد للريستنج سايز بتاعه اللي هو ال 5 لتر، وبالتالي الحركه بالكامل تبان في الابدومين. فاللي عليا فعليا في حاله الامفيزيما ابدومينال اونلي بسبب ان الثوركس خد الريستنج سايز بتاعه ما بقاش يتحرك نهائي. يسموها فيكسد او بيرمننت انسبيراتوري بوزيشن. شاف الديوك الصايعه ايه ده؟ انا اديك ايامنا كان بيصحى 4 الفجر يأذن. شوف الباشا صاحي امتى؟ وعلى اول السنه 2017 ده هانج اوفر من ليله امبارح. زي دخلت الصيدليه عارفين اللوف؟ اللوف لقيت لوفه قد كده قد كده، لوفه كامله مش حته، لوفه كامله، ولفينا سلوفانه كده وحطينا عليها السعر. فبقول للبنت لو سمحت وايدي دي لوفه، دي لوفه ايامنا يا بنت اللوفه كده. ايه ده؟ بيتعمل بيها ايه دي؟ بيتغسل بيها ايه؟ صيدليه ولا صيدليه في النادي؟ لوفه كامله. ده اسمه التايب او المود. خلاص؟ يبقى اهم حاجه عندنا اللي عنده انتركوستال ماسل باراليسيس بقى زي ما فيها ابدومينال بارادوكس يبقى عنده شيست بارادوكس، يعني مع نفس البطن تطلع لكن الصدر يخش لان النيجاتيف بريشر بيسحبه، هو الانتركوستال بيشدوا لبره بس هم مش شغالين مشلولين.
فنكتب بريشر لاصحاب الجوه تسموه شيست بارادوكس. ولو في حته مكسوره في الشيست تلاقي مع النفس تخش لجوه اسمها فلير شيست، فلير طايره كده في الهواء فلير. ده الطيب. تعال على الريت. وانت بتعد الفرات الريت لازم تتظاهر انك تاخد البالس ريت عشان تبرر للعيان انت ليه بتبص في الساعه. طب ايه يعني وبرر له ليه؟ مجرد ما العيان ياخد باله انك بتعد له نفسه اوتوماتيكالي الفولنتري كنترول بينترفير مع الريفلكس كنترول، فتبص تلاقي غير الدبس والريزم. غصب عنه الدبس والريزم وال الدبس والريزم والريت اتغيروا، انت بتتكلم تعمل مع عيان تاني. فالحل عشان تسيبه بالطبيعي اعمل نفسك تاخد البالس وعينك على بطنه وعد في دقيقه كامله. الطبيعي كام؟ من 12 ل 20. انا كاتب من 14 ل 12 ل 20 برمنت. اقل من 12 اسمه براديبنيا، اكتر من 20 اسمه تاكيبنيا، اقل من 12 اسمه براديبنيا، اكتر من 20 اسمه تاكيبنيا. ايه اللي بيعمل براديبنيا؟ اي حاجه تنهبيت الريسبيراتوري سنتر، مورفين توكسيسيتي، باربيتوريت توكسيسيتي، انكريز في الانتراكرينيال تنشن وبيعمل اسكيميا في الريسبيراتوري سنتر. تخيلوا ايه كمان؟ الضابط كيتو اسدوس لو سيفير. يا دكتور اسدوس بيستيميليت الريسبيراتوري سنتر، قال لك بس لو سيفير يوطي ما تقولهاش في الامتحان بس انتوا فاكلوها اسباب البراديبنيا. طيب ايه يا دكتور اسباب التاكيبنيا؟ في بقى رابد ديب بريدنج، في رابد شالو بريدنج، في رابد ديب بريدنج، في رابد شالو بريدنج. رابد ديب بريدنج له ست اسامي يعني ست مترادفات. رابد ديب بريد، طب رابد يعني تاكيبنيا، ديب يعني هايبريدنيا، يبقى الاسم الثاني تاكيبنيا وهايبريدنيا. الاسم الثالث هايبر فنتيليشن، هايبر فنتيليشن يعني ريت ودبس مع بعض بدل يعني بوصف واحد هايبر فنتيليشن، او يسموه اير هانجر، او يسموه كوزمول بريزنج، او يسموه اسيدوتيك بريزنج، اعتبار ان الاسيدوزس بيستيميليت الريسبيراتوري سنتر ويعمله. ايه اسباب او هلوهات ايه اسباب الرابيد ديب برين؟ نمره واحد اكسرسايز، لان الاكسرسايز بيطلع كربون دايوكسيد ويقلل الاكسجين، الحاجتين دول يستيميليت الريسبيراتوري سنتر فور ريت اند ديبث. ادي واحد، ادي واحد. نمرة اثنين، نمرة اثنين ميتابوليك اسيدوزس، ميتابوليك اسيدوزس دايبيتيك كيتو اسيدوزس، يورينيا ساليسيليت بويزن، لان الحاجات دي فيها هيدروجين وقلنا الهيدروجين بيستيميليت الريسبيراتوري سنتر فور ريت اند ديبث. ده السبب الثاني. السبب الثالث ايموشنال ستريس، لان الايموشنال ستريس بيستيميليت الهايبوثالاموس وبالتالي الريسبيراتوري سنتر بيزود الفنتيلاتوري درايف. زي بيبي اخطف منه اللعبه بتاعته، بيبي فرحان باللعبه اخطفها منه وتقوم شادها هتلاقي على طول قام شفته قلبت. هايبر فنتيليشن وترجع له اللعبه يفضل شويه يا ابني خلاص ما رجعت لك اللعبه بعدين يا اخويا بعدين ما زودت لي الفنتيلاتور الدرايف. طب ياخد وقت على ما يرجع. وكمان يا جماعه اللي بتتشحتف دي واحده عندها 17 18 19 20 21 22 23 سنه كده وخطيبها قال لها ايه؟ انت احسن مني. اسبوع انت احسن مني. الاسبوع اللي بعده انا ما استهلكيش اتفضل. الاسبوع اللي بعده مش عايز اظلمك معايا. اول ما خطيبي يقول لك مش عايز اظلمك معايا اعرف انه بيخلع. ايوه مش متمسك، بس هو متمسك يقول لها طب معلش طب استنيني هنطلع شويه في الاب كده. هتغير. مفيش حد بيتغير، محدش يقدر يربي حد في السن ده يا جماعه. عشان بس تبقوا واخدين بالك، محدش بيغير حد. انت بتقبل الشخص على عيوبه لان انت مش شايفها. بتحبه مش هتشوف العيوب. زي تنفع محمد فوزي كده عين عارف. لو هي دي اللي عاجباك، دي بنت فلاحه. لو هي دي. لو انت قلت الادب، هي دي. من سنه طويل، هي. هو كده هو عاجبه الهباب. مهم
خلي بالك ريت وادب خلاص يبقى ايموشنال ستريس. ايه كمان يعمل رابيد ديب بريدنج؟ تخيلوا بقى الهايبوغلايسيميا احيانا. طيب بالذات لما تاثر على البرين ستيم ايه اللي يعمل رابيد شالو بريدنج؟ هاي ذا فريم لاي سبب تنسى اسايتس ماس مش قادر ياخد نفسه على الاخر او بلوريسيا او شيست بين شيست وول بين مش قادر ياخد نفسه على الاخر فبيه. ثلاثة اي سيفير ريسبيراتوري ديزيز لان جميع الريسبيراتوري ديزيز بتعمل ريستريكت موبيليتي في نفس الوقت بتعمل هايبوكسي فتزود الريتم من غير ما تزود الدبس. ففي حاجه اسمها رابيد ديب بريدنج حاجه اسمها رابيد شالو بريدنج عشان خدنا الريت والدبس مع بعض. هاجي بقى يا حبيبي على الاوفر اكشن. اوفر اكشن ايه بقى موضوع الاوفر اكشن؟ في حاجه اسمها اوفر اكشن اوف انسبيريشن حاجه اسمها اوفر اكشن اوف اكسبيريشن. ايش هذا الاوفر اكشن اوف انسبيريشن؟ ناس عندهم ريستريكتيف لانج ديزيز زي فايبروسس زي كولابس سيفير نيموني ده عنده مشكله في الانسبيريشن الاكسبيريشن عادي. ناس عندهم اوبستراكتيف لانج ديزيز زي السي او بي دي كرونيك برونكايتس او برونكيال ازمه عندهم مشكله في الانسبيريشن والاكسبيريشن. عندهم مشكله في الانسبيريشن والاكسبيريشن. وبالتالي اللي عنده اوبستراكتيف او ريستريكتيف لانج ديزيز بيحاول يساعد الانسبيريشن عن طريق حاجه اسمها اوفر اكشن اوف انسبيريشن. واللي عنده اوبستراكتيف بيضاف عليها اوفر اكشن اوف اكسبيريشن كمان. ايه علامات الاوفر اكشن اوف انسبيريشن؟ واحد اوفر اكشن اوف اكسسوري ماسل دوت انسبيريشن هم الاسترن ماستويد والسكالب نايو ترابيزيال يخلي لك التراس كيج موفز اب اند داون ديورينج ريسبيريشن اللي هي البامب هاند موفمنت. اثنين هتلاقي عنده سوبرا ستيرنا وسوبرا كلافيكولار وانتركوستال انسبيراتوري ساكشن خش جوه جامد مع النفس وده اكزاجريشن للنورمال. دي علامات الاوفر اكشن اوف انسبيريشن. طيب دخول الانتركوستال لجوه ده بعض الدكاتره تسميه خطا ليتن ساين كلام فارغ. انا ليتن ساين حاجه تانية خالص هشرحها بعد شويه بس اول اخلص الباب. اوفر اكشن اوف اكسبيريشن اللي هي بتحصل مع الاوبستراكتيف بس اول حاجه يحصل لك اوفر اكشن اوف اكسسوري ماسلز اوف اكسبيريشن هم الابدومينال ماسلز ولا تسمس دورساي وتلاقي العيال ماسك في السرير او في الكرسي اثنين ليبرد بريدنج ليبرد يعني ديفيكولت اند برولونجد. نمر التلاتة حاجه اسمها بيرسينج اوف ليبس تلاقي العيال بيعمل ليه بقى؟ قال لك انت ليه بتعمل فورست اكسبيريشن؟ عشان تزود الانتراثراسيك بريشر تطرد الهواء من الالفيولار تفعص الالفيولار تطرد الهواء منه. لكن الواقع ان انت بتفعص البرونكار تحبس الهواء لما بتضم شفايفك اثناء الاكسبيريشن بتفرمل خروج الهواء من الاير واي بتفرمل خروج الهواء من الاير واي فده يكيب الانترا برونكيال بريشر عالي لحد ما الالفيولار تفضي وبعد ما الالفيولار تفضي خالص يبقى فاتح بقه ومخرج مره واحده. الدكتور لما يسالك ليه بتعمل بيرسنج اوف ليبس؟ قول له تو كيب ذا انترا برونكيال بريشر افويدنج برونكيال كولابس. تو كيب ذا انترا برونكيال بريشر افويدنج برونكيال ايه؟ كولابس. برولونجد اند في الامتحان ما تقولش العنوان قول التفاصيل. ما تقولش اوفر اكشن انسبيريشن لا تقول اوفر اكشن اكسسوري ماسل انسبيريشن في سوبر ستيرنال وسوبر كلافيكولار ولو انت كوستر انسبيريتور ساكشن. في الاكسبيريشن تقول في اوفر اكشن اوف ذا ابدومينال ماسلز اند تسمس دورساي في ليبر بريدنج في بيرسنج اوف ليبس. اكسبانشن حاجه اسمها تيب تيست. تيب تيست تجيب متر حد معاه متر مازور حد معاه مازور في شنطته ولا واحد؟ اه هات. يلا يا شو انت بتلعب انهي آلة؟ جيتار. وانت بتلعب كمان؟ وعندنا مصطفى.
بيلعب جيتار برضه. طب يا جدعان ما تجيبوا الحاجات دي وتورونا المواد. الجمهور ببلاش اهو يا ابني، مش هتلاقي الكلام ده في حته. هاخد منه فلوس مش هطلع كده. هتاخد فلوس؟ لا دول زمايلك. زمايلك المفروض تسمعهم ببلاش صراحه. انا لسه داخل لقيت واد سماره كده سوداني يمكن او حاجه، هو سوداني جميل طول كده مثلا 7 سنين 8 سنين ويعيط هو شدني. ايه يا حبيبي؟ ولا بقى واحد طويل قال لك هو ده اللي هيخلص لي الليله. الهل مش عايزين نلعب معاهم ويعيط بهستيريا. والله اسمك ايه يا ابني؟ اسمي ديفيد. طب تعالى خدته بقى تلعب معاه في المراجيح. ركبت زي العبيط كده عمال بقى مبسوط قاعد يضحك فرحان قوي وحد بيلعب معاه. خدت العيال خد ياض انت اهي. مش مع ديفيد ليه؟ اصله خد العبوا مع ديفيد. والله قاعد العبوا معايا بقى قلت لهم ده ابني. ابنك منين يا عم؟ قلت لهم انا كده والله زمانيه ما ايه حسيت ان هم ما اقتنعوش بس لعبوه والله وقعدوا يبوسوا فيه ويحضروا فيه. حبيبي ديفيد لا تشوف بقى قلبة الوش من العياط للضحك النقلة دي والله تعمل عليها فيلم. فيلم النقلة دي تجيب المتر. تجيب الايه؟ المتر. وتحط الزيرو عند الميد لاين. خلاص؟ عند مستوى الفورث ريب. يعني تحت النبل مباشرة. لو في ميلي تحت البريست مش فول بريست. وتقيس بالظبط. ما تاخديش عد. احنا مش هنفصل. في كده اهو. مفيش كلام ده تاخده بالظبط. وتقول له خرج نفس على الاخر. على الاخر ياض. على الاخر. وقيس. خد نفس على الاخر بقى. كمل. وتقيس. مفروض تفتح من 3 ل 5 سم. اب تو 8 لو اتليتكس. خلاص؟ اقل من 2 سم يبقى ليمتد. اقل من سم يبقى سيفير ليمتيشن زي في السيفير امفيزيما. ما فيكسد انسبيراتوري بوزيشن. في اغلب الامفيزيما ما عندهمش خالص. الطريقه دي ميزتها انها اكل لكن عيبها انها تديني الجلوبال ليميتيشن ما تحددش الليميتيشن رايت ولا ليفت ايبيكال ولا بيزر كتير ولا قصير عشان كده لازم بالبيشن بقى عشان نحدد بعد كده ولو ان ممكن مرحليا بالعين تقف عند الفوت سايد وتقول له خد نفس جامد وتقارن يمين بشمال وايبكس ببيز ماشي طيب ريت اوفر اكشن ده الاكسبانشن طبعا ايه اسباب الليميتيشن هنقولها مع البالبيشن ان في تيست تاني للاكسبانشن مع البالبيشن طيب ازاي نبحث بقى البالسيشن سي كارديولوجي عيب بقى
انسبكشن لفتبروسترنال بالمونري اورتا يجي يكتب يكتم نفسه وتبص عليهم ما مديش ايدي لا احنا انسبكشن فكر لي كنا بنعمل انسبكشن بالبيشن مع بعض. طيب السؤال ايه الاهميه الامبورتنس ثلاث حاجات اول حاجه اغلب اسباب الانفيزيبل ايبكس امراض صدريه اغلب اسباب الانفيزيبل ايبكس امراض صدريه اهو انفيزيم ليفت بلورال ديفيوجن ليفت نيموثوركس ليفت فايبروثوركس اغلب اثنين اغلب اسباب الايبيكال شيفت امراض صدريه اغلب اسباب الايبيكال شيفت او ايبيكال ديسبليسمنت امراض صدريه زي ايه فايبروس او كولابس بيشد ديفيوجن او نيموثوركس بيصد ويفضل تتاكد منها بالتراكيال شيفت كمان امال اللي شيفت دي شيفت دي والبيكتاس اكسكافير بتزق الايبكس ثالث حاجه لو لقيت عندك ساينز اوف رايت فينتريكولار انلارجمنت اللي هي ايبكس شيفتد اوت سيستوليك ريتراكشن وديفيوز ليفت باراسترنال ابليفت بالمونري والايبيجاستريك بالسيشن يقول لك الدكتور ايه اهم ساين في دول حاله الانفيزيما دول الايبيجاستريك ليه؟ لأن بقيت البلسيشن ماسك بالإنفيزيما. فالإبيجاستريك أهم واحد. بس الإنفيزيما بتعمل إبيجاستريك بلسيشن بميكانيزم تاني، إنها بتعمل فلات دايفرام، فبتشد لي الهارت هنا. يعني مش كل إبيجاستريك بلسيشن مع إنفيزيما سببها كوربال مونات. اللي هو الرايت فينتريكولار انلارجمنت، قد يكون من الفلات دايفرام، لأن الدسكشن بيبقى كده. ساعات بقى يقول لك وإيه كمان؟ تقول له تريلز ساين، خدناها هناخدها في الجنرال. ماركت شيفت أوف ذا تراكية. يعمل يونيلاترال بلج اوف ذا ستيرنوستويد انسيرشن ده الاستير المقصود هنا بارزه وهنا لا يونيلاترال بلج اوف ذا ستيرنوستويد انسيرشن ده معناه مارك نيجي بقى على مين على اللي سقطناها ايه هي الليتن ساين لو سمحتوا اتقال في جميع جامعات مصر وفي كل الكتب النظر اللي فاتتكم غلط هنقول الغلط الاول بقى نقول الصح نورمالي انا مش بتكلم على ليتن ساين دلوقتي بتكلم على الغلط اللي هم بيقولوا عليها ليتن ساين الدايفرام مع نفسه بينزل كده فيسيب فوق منه ريت بريشر فيحصل انتركوستال ساكشن ينزل هنا فاللي بعدها يحصل لها ساكشن ينزل هنا فاللي بعدها يحصل لها ساكشن سكسيسيف ان دروينج اوف ذا لور انتركوستال فولوينج ذا دايفراجماتيك ديسنت الحكايه دي اسمها انسبيراتوري ريتراكشنز حاجه طبيعيه لو واحد عنده بلورال ديفيوجن الدفرام هينزل هيجي مكانه ميه مش نيجاتيف بريشر ولا حاجه مش هيحصل ساتش لو واحد عنده نيموثوركس الدفرام هينزل هيجي مكانه هواء مش هيحصل ساتش لو واحد عنده فريكتيك باراليسيس الدفرام ما ينزلش اصلا مش هيحصل ساتش لو واحد بيحصل له ساتش بس اوبيز مش هتشوف الساتش فالاربع اسباب دول اسمهم اسباب الابسنت انسبيراتوري ريتراكشن لو واحد بقى عنده اوفر اكشن اوف اكسسور اوفر اكشن اوف انسبيريشن مش بيحصل له سوبرا ستيرنال وسوبرا كلافيكولار انتركوستال ساكشن او ده اكزاجيريشن للنورم يبقى النورمال انسبيريتوري تراكشن في اسباب تخليها ابسنت في اسباب تخليها ايه اكزاجيريشن في ناس تقول لك ان النورمال اسمه ليتن ساين والابسنس بتاعها اسمه نيجاتيف ليتن ساين والاكزاجيريشن بتاعها اسمه اكزاجيريتد ليتن ساين في ناس تقول لك لا النورمال ده ملوش اسم لكن لما يبقى ابسنت يبقى اسمها ليتن ساين في ناس تقول لك لا ده الاكزاجيريتد هي اسمها ليتن ساين لا دي ليتن ساين ولا دي ليتن ساين ولا دي ليتن ساين دي ساين ثانيه خالص شبهها ساين ثاني خالص اسمها نسبات الانتراكشن يا جدعان مفيش ولا لها علاقه بليتن اصلا امال ايه بقى ليتن ساين بص يا ده الثراس الكيج شايفين الثراس الكيج وده الدايفرام شايفين الدايفرام طيب طب هل كده شايفين الدايفرام لا انما لما نزل شفناه ولا لا اتشاف بس هو بيتحرك بس شفنا نفسه ولا شفنا الشادو بتاعه زي الايبكس لما بتيجي تتحرك انا شايف الايبكس نفسها ده شايف الشادو بتاعها لانها بتتحرك لو وقفت مش هشوفها فالدايفرام وهو نازل كده بيتشاف مش ريتراكشن ده بلج
بينسجم عند زول الدفان. بس ده عشان يحصل محتاج ثلاث شروط. اول حاجه عيان يكون اكستريملي ثين تشكل. نمرة 2 ديورنج الديب انسبيريشن مش النورمال انسبيريشن. نمرة 3 لازم الضوء يجي اوبليك كده يعني تانجنشال عشان اي بروز يبان هنا ضوء هنا ظل فيبان البروز البسيط ده. الحكايه دي اسمها ليتنز فينومينا. ما هي ليتنز فينومينا؟ ريبلينج شادو. ريبلينج يعني موجي. ريبلينج شادو فولون ذا فراجماتيك ديسنت seen in extremely thin individual during deep inspiration when a bright light is applied obliquely over the chest wall. كويس. لو واحد عنده diaphragmatic paralysis هل الفينومين دي هتبان؟ طب لو واحد عنده subphrenic abscess بينترفير مع diaphragmatic descent هل هتبان؟ طب لو واحد عنده lower lobar fibrosis او pathology مش على الدفرام مخليش عارف ينزل هل دي هتبان؟ اليونيلاترال ابسنس اوف ليتل فينومينو اسمه ليتل سايت ودول تلات اسباب بتوعه يونيلاترال دايفراجماتيك باراليسيس لور لوبر باثولوجي او سابفرينيك باثولوجي ليه يونيلاترال؟ لانها يا جماعه لو بايلاترال ابسنس تبقى نورمال لان احنا مش كشكل الناس العاديه مش كشكل فاهم نورمال مش باينه على ناحيتين انما لو تكون باينه على جنب يبقى المنطقي تبان على الجنب الثاني فلما تبان على جنب ما تبانش على الثاني يبقى الناحيه الثانيه فيها مشكله هذه ليتل سايت الليتن ساين هي يونيلاترال ابسنس اوف ليتن فينومينا وسببها دايفراجماتيك باراليسيس سب فرينيك ليجن او لوور لوبر باثولوجي اند ذا تشودن بي ستيكن ويز ذا انسبيراتوري ريتراكشنز اللي احنا سائلينها. طيب ليه حصلت لخبطه؟ ليتن ده طبيب فرنسي كان يعيش قبل الثوره الفرنسيه. طيب الثوره الفرنسيه قامت ليه؟ عشان طبقيه فئه ملكيه غنيه جدا جدا بتاكل وبتلظبظ وفئه غالبيه الشعب فقير جدا فقر ومرض فالناس العاديه كانوا كشكل الشعب العادي فقاموا بثوره راحوا للست ماري انتوانيت قالوا لها احنا ايه يا جماعه شعبي حبيبي زعلان ليه؟ قال لهم مش لاقيين عيش قلت طب ياكلوا سليزو ياكلوا كرواسون ياكلوا باتون سليم هي الست مش فاهمه ان مش لاقيين عيش مش لاقيين حاجه طلعوا عليهم دبحوهم كلهم عيله المركب بما فيهم الاطفال ده لدرجه اللي اخترع المخصله نفسه حس ان هو اجرم يعني انا ما اخترعش المخصله عشان نذبح ناس مالهاش ابرياء فحتى من عيل المركب اللي هم ما لهمش اي ذنب فقال له ايه ده انت فلول يعني قاموا ذابحين على المخصله هو نفسه اللي اخترع المخصله اضعاف المخصله صحيح ده كانت ثوره دمويه يعني الثوره الفرنسيه حتى الاطفال في فيلم دمح مهم فكان الناس طبيعيه كشفت ليتن ما كانش فيه اعلام العالم بالنسبه له هو فرنسا والبشر بالنسبه له هم دول ما شافش غيرهم اصلا وبالتالي ليتنز في لغه حاجه نورمال وبالتالي الابسنس بتاعها اب نورمال فيبقى ساين. طيب قامت الثوره الفرنسيه والناس جالوا لظلظه والليتنس فينومينا ما بقتش نورمال وبالتالي الابسنس بتاعها ما هوش ساين فشالوه من الكتب من 200 سنه شالوه من الكتب من 200 300 سنه بنعمل بيها ايه بقى؟ بنلخبطها مع الريتراكشن اسمها بس ده وظيفتها في الحياه بما انها ملهاش مصدر فالكتب مش كاتباها فاصبح نعتمد على التواتر الحكي عن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان عن ليتنز قال كذا طيب على ما توصلنا بقى عبر السنين كده هتكون ايه اتحركت خصوصا ان النورمال اسمه ليتن والابسنس اسمه ليتن برضه بس ده في نورمال ودي ساين طيب مين اللي شبهها؟ النسبات الريتراكشن طب هيشتغل بطريقه تكونش هي دي ما هو مش عارفينها تكونش دي فالنورمال اتقال عليها ليتن مرة والابسنس اتقال عليها وتشوف كتب النظر بتاعتك تقول لك بلورال اف يوجد نيجاتيف ليتن ساين غلط اشطب كلام الفارغ مش كلام خلاص تقول ايه تقول اللي احنا شرحناها جبتها منين كتاب اسمه سابيرس سكند اديشن ده مدرس في جامعه اريزونا قال على نفسه انه يجمع جميع الكلينيكال ساينز من ايام الفراعنه لغايه وقتنا هذا واللي اتلغى ما بيحب يكتبه يعني اي حاجه من الغيب يكتبها هو يعتبر كتاب تاريخ اكتر منه بس هو معروض بطريقه علميه فاي ساين عايز تعرفها ايه هات سابيرس حل حتى نتلغى
كل شيء بركاشن صغار كل حاجه موجوده. كتاب ده انا شاريه من حوالي 17 سنه 700 جنيه. شوف دلوقتي ثمنه بقى كام. ومش موجود. هو كان فيه نسختين اشتريت واحده منهم والثانيه قال لي اتباعت. يعني رحت سالت طب هروح اجيب فلوس واجي بكره لقيت نسخه بتاعتها ثمنها كان نسختين اللي نزلوا اصلا. صدق هبقى اجيبه لكم مره تبقى زي عرفتوا الليتن ساين ايه اللي انا قلته ده يا سيدي الانسبكشن. تعالى بعد كده على مين؟ على البلبيشه. مش صعب هو بس محتاج مذاكره. خلي بالكم من حاجه الشيست اكبر من الكارديو لكن ياخد وقت اقل في الشرح. شوف الاسكلتيشن فيرست ساوند خد ساعه لوحده سكند ساوند. ليه؟ هنا الوقت بيعتمدش على عدد الصفحات الوقت بيعتمد على درجه الصعوبه. عشان انا اقول لك المرمر لازق في الساوند فتحل المساله دي ازاي ولو المرمر مش لازق في الساوند شغلنا منيله وقد يكون سطر هقعد اشرح فيه كتير. الشيست معلوماته الى حد ما سهل شرحها وبالتالي ما تاخدش وقت اطول. يعني مش معنى ان خدت وقت اقل شرح الشيست ان هو اصغر. لا الوقت اللي بيحدد انا باخد وقت. يعني مثلا الاي سي جي بياخد وقت فيه طويل جدا. هل لانه كبير؟ لا لانه صعب. هل الدرجات كتيره؟ لا لانه صعب. النيورو نفس الشيء لانه صعب. الابدون معلوماته اكتر من الشيست بس بتاخد حصه واحده اللي ما فيهاش شرح. فالوقت يا جماعه ما بيعتمدش على عدد الصفحات ولكن بيعتمد على صعوبه الحاجه. اللي بيقرا اللي بيخش في دكاتره تخش تقرا الكتاب دي ما تفرقش معاهم. هي الصفحه بتاخد 10 دقائق مهما كانت درجه الصعوبه. انما اللي بيشرح بيضيع وقته الشرح لحاجات صعبه. البيشن 3 تي 3 بي 1 اي 3 تي 3 بي 1 اي 3 تي 3 بي 1 اي تي تراكيا تي تندرنس تي في اف 3 بي بي بالبابول رونكاي بي بالبابول رب الو
ايوه فاهم. اهي يا قلت لكم ليه قبل كده كنت بقول لكم لازم تستأذن. لما الطالب يخرج من غير استئذان طالما مش شايفه ان الدكتور معلقش شايفه مش ولا لا يبقى ايه المانع اخرج انا كمان طالما الدكتور ما بيعلقش فلازم اللي يخرج ده يستأذن عشان تعرفوا ان المساله مش سوق اللي داخل واللي خارج ولا كان في راجل واقف وبعدين يستأذن واقول او لا كمان مش علم يعني خلي بالك 3 تي 3 بي 1 اي تراكية تندرنس تي بي اف بالبابودرونكاي بالبابودروب بالسيشن اكسبانشن التراكية بنعلق فيها على 3 حاجات 1 2 3 اول حاجه تراكية بوزيشن تاني حاجه تراكية لينث تالت حاجة تراكية التاج حاجة اسمها اكزل فيكسيشن مش مهمة البوزيشن بتجيب العيان بتقعده تحط ايدك شمال فوق راسه توسطنها له ضروري وتحط صباعك في السوبرا ستيرنال نوتش لو لقيت هو يبقى دي ماركت شيفت بتتعرفها بالترينز ساين صباعك حك كده ودخل ده مودريت شيفت لما لو لقيت ريزيستنس يا مايند شيفت يا سنترال اقوم ناقل صباعي ميديال ستيرن مسود انسرشن الناحيه دي وميديال ستيرن مسود انسرشن الناحيه دي لو الريزيستنس هنا زي هنا تبقى فعلا سنتر في بقى حاجات هعلمها لكم في التكنيك بس على الحاله حاجات متعلقه بالتكنيك هوريها لكم على الحاله ايه اللي يعمل تراكيال شيفت بقى هي حاجه بتشد هي حاجه بتزق حاجه بتشد زي ايبيكال فايبروزس او كولابس حاجه بتزق زي ماسل ديفيوجن او تنشن نيموسورس واحيانا الاسيمتريكال جوينت يزق التراكيه الحاجه الثانيه التراكيه اللينث احنا قلنا السوبرا ستيرنال بارتس التراكيه حوالي 3 ل 5 سم لو دخلت لقيت لارنكس على طول يبقى دي ايه شورت وايه اللي يعملها قلنا الانفيزيما ان الانفيزيما بتطلع بتغطي على السوبرا ستيرنال بارتس التراكيه الحاجه الثالثه اللي هي التراكيه التج قلناها الحصه اللي فاتت
الاكسسوار ماسل بالانسبيريشن لما تيجي تشد كده بترفع الكلافكل والسوبر ستيرنال نوتش لفوق، فصباعي يبقى سكويز ما بين السوبر ستيرنال نوتش والبريكويد كارتج مع كل نفس. ان سبيراتوري تراكيال تاج من علامات السيفير انفيزيما واسمها كامبل ساين. كامبل ساين ليه بقى بقول الكلام ده؟ لان في حاجه اسمها اوليفر ساين، ان التراكيال تاج ده بيحصل مع السيستول تك 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 تك، والسبب في كده الاورتيك ارش انيوريزم. ليه؟ ادي البايفوركيشن بتاع التراكيه وادي الاورتيك ارش اهو معدي من فوق الليفت مين برونكس كده. ساعات يحصل في الارش ده انيوريزم، فمع كل سيستول الانيوريزم ده بيتنفخ فيشد الليفت مين برونكس دي لتحت، فالتراكيه تتشد لتحت، فالكريكويد تتشد لتحت، فتقوم ضغط على صباعك من فوق بس مع كل سيستول تك 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 تك، اسمها تراكيال تاج برضه. يبقى التراكيال تاج حاجتين، يا انفيزيما يا اورتيك ارش انيوريزم. بتاعت الانفيزيما انسبيراتوري، بتاعت الاورتيك ارش انيوريزم سيستوليك. بتاعت الانفيزيما اسمها كامبل ساين، بتاع الاورتيك ارش انيوريزم اسمها اوليفر ساين. كامبل ساين واوليفر ساين دي التراكيال تاج. تندرز لا حصل فيها اختلاف السفن. قلنا في اوفر اكشن باكسسور مصل اوفر انسبيريشن فتشد السوبر ستيرنال نوتش لفوق، فاصبعك مع كل انسبيريشن يبقى سكويز ما بين الكريكويد كارتلج والسوبر ستيرنال نوتش. اللي مع السيستول اسمها اوليفر، مكتوبه في الكتاب. حاجه على التندر بس، عينك على وش العيان عشان تشوف علامات الالم على وشه، او نعمل كده اعرف ان في ولد. ايدك على صدره بخلفه ودلع، يبقى عينك فين؟ وايدك على صدره بايه؟ بالظبط يعني جنتلي. خلاص؟ ما تشفتش. عينك على وش العيان وايدك على صدره بخلفه ودلع. تضغط بقى كده 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 كده. السنة اللي فاتت لقيت بنت قاعدة شد شعرايا كده عمال تعمل كده وانا عمال اشرح، تلاقي يا ماما بتعمل ايه؟ مفيش بقى بتفلم. سنه سته يا جماعه والهبل اللي بيحصل للطلب اخر السنه هتلاقي النافوره اللي قدام شؤون الطلبه، الطلبه قاعده الدنيا كلهم بيطرطشوا في الميه. طبعا سنه كان في طالب عندي السابع على الدفعه والله، كان بيقعد في جامعه صلاح الدين هنا بيذاكر ماسك كتاب ونايم في تريند ليمبرج بوزيشن. قلت له ايه يا ابني؟ قال لي انا برتاح في الوضع ده ابدا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما علينا. تندرنس وتضغط على كل الارياز، سوبرا ماملي ماملي انفرا ماملي لور اكزيلري سوبر اكزيلري سوبرا سكابيلر انفرا سكابيلر انتر سكابيلر، حتى في الباب تبص على وشه قعده وتبص على وشه. ايه اضغط ازاي بقى؟ حط ايدك كده يا جماعه وتزود الضغط بالتدريج بالتدريج. افضل ازود لحد امتى؟ لحد ما الاقي ان لو زودت عن كده هوجع حتى النورمال، يبقى ساعتها مش تندر بقى، هو طبيعي كده. كل ما قال اي ايرلير كل معناها انها مور تندر. خلاص؟ طيب. الضغط يا جماعه كده بلاش دي. دي بتاع سوبرفيشال بلاش دي، انك تلاقي العيان تلاقي الطالب عمال والله الطالب بيته عمال يعمل كده. يتهبل ايه؟ تندر دوس وما تدوسش بخفه ودلع جنتلي. عم الحاج في حاجه بتوجعك وغير صوابعك في لحمه؟ طب ما طبعا في حاجه توجعك يا ابني. انت تندر يعني ايه؟ رقيق ابو لمس. هو ده التندر. مش كل ده عليه درجات يا دكتور محمد شيطان رحمه الله عليه. طالب داخل ويقول لي يا ابني اعمل لي التندرنس كده، فالواد عمال يدوس ووشه على دكتور على عينه على وش الدكتور مش على وش العيان. دكتور محمد شيطان كان ظريف يعني قاعد يقول له اي والله كده
انت بتبص على وش انا يا انت بتبص على وش العيان يا ابني. تندر، ايه اسباب التندرنس بقى؟ خدهم من جوه لبره. انا اقول اللير وانت تقول التهاب، ماشي؟ بريكارديا، بيلورا، بون، اوستيو مايلايت، ماسل مايوسايت، كوستال كارتج، كوستو كوندرايت. تعمل كلاكيع كده اسمها تيدز سندروم، تقعد 15 يوم وتخف لوحدها ما حدش عارف لها سبب. ناس يقولوا فايرال، ناس يقولوا اوتو اميون. فينز ثرومبوفليبايتس، تحاول تلاقي تندر كورد لايك ستراكشرز كده موندرز ديزيز. اما تيدز سندروم كلاكيع كده عند الكوست كوندرال جنكشن زي الروزري ليدز بس تو. سكين هيربس زوستر وتزود 2 تي تروما وتيومر تلاقي لوكيميا. لوكيميا تعمل تندر ستيرن. سؤال، هل الانجينا تعمل تندرز؟ لا، تعمل بين. تذكر العيان الحقوني اه صدري بموت اطلع لما ادوس كده وجع بيزيد اه بكره كبيره في العيان الخارجيه عشان خاطر ده شيست تقول. لما قال لك لا لما بتدوس الوجع بيزيد شغله في البيت انت ممكن تطلع انجينا تعمل راس مال برضه. فالتندرز حاجه حلوه معناها انك في الشيست تقول بتزيد مع النفس حاجه حلوه معناها انك في الشيست تقول مش حاجه حلوه قوي ممكن تقعد لوكيميا يعني بس ايه انا قصدي ان هي حاجه في الشيست تقول حاجه مش ايمرجنسي مش انستيبل انجينا. حاجه على التي بي ال فلوريس على فكره بتحسن لور اكسلري ريجن وبينس بريست اكتر مكان شاف فيه فلوريس. تي بي ال عايز كل واحد فيه يشيل ايده الشريفه ويحطها على حنجرته الكريمه ويقول 4 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 حاسين الفايبريشنز؟ اذا اللي انتوا حاسينها دي يا جماعه بل بول اسمعوا الشرح فايبريشنز صح ولا لا؟ فايبريشنز ذبذبات بل بول محسوسه يبقى بل بول فايبريشن ذبذبات محسوسه صح؟ ينفع اسم فيلم ذبذبات محسوسه زي قبلات مسروقه كان في فيلم اسمه قبلات مسروقه ذبذبات محسوسه. طب الذبذبات دي ذبذبات ايه؟ صوتيه حبايبي والله. ذبذبات ايه يا حلوين؟ صوتيه. صوت يعني ايه؟ فوكال. يبقى ذبذبات صوتيه محسوسه بالبابل فوكال فايبريشن. فيها ايه يعني؟ لو شلنا كلمة بالبابول وحطينا كلمة تكتايل، ما تكتايل هي بالبابول وبالبابول هي تكتايل. ويجرى ايه لو شلنا كلمة فايبريشنز وحطينا كلمة فريميتس؟ ما فريميتس هي فايبريشنز وفايبريشنز هي فريميتس. يبقى اللي انا حاسه تحت ايدي ده اسمه تكتايل فوكال فريميتس. تي في اف. صح؟ ذبذبات صوتية. شيل بقى ايدك الشريفة من الحنجرة الكريمه، اهم حاجه تكون مستريحه. خلاص ايدك الشريفه شيلها من الحنجرة الكريمه، حطها هنا على صدرك الايه؟ المجيد. وقول شعور حلو انك تكون صدرك مجيد. قول 4 4 ها 4 4 4 4 ضعفت جدا ولا لا؟ اه عارفين لا ليه ضعفت؟ لانها عشان تعدي من الحنجره لايدك، اسمع يا ابني، عشان توصل من الحنجره لايدك لازم تعدي على اللنج الاول. واللنج از هيتروجينس ميديا. اللنج هيتروجينس ميديا. تيشو هوا هوا تيشو هوا في السفنجر والهيتروجينس ميديا تشتت الصوت. فاذا استبدلنا الهيتروجينس ميديا بتاعت اللنج بهوموجينس ميديا تنقل ال 4 4 كويس ولا لا؟ فالتي في اف يعلى ولا لا؟ ايه بقى الهوموجينس ميديا اللي خدناها المره اللي فاتت؟ كونسوليديشن لوبر نيمونيا برونكو نيمونيا اراوند لانج ابسس برونكيتس. صح؟ مش هقعد اشرح بقى يعني ايه كونسوليديشن واقول لك هيباتايزيشن والخلايا بتخش. انا بتكلم كلينيكال صرف ان خلاص عرفنا يعني ايه كونسوليديشن. اثنين كولابس ده هوموجينس ميديا بشرط يكون معاه بيتنت مين برونكس. البرونكس مقفوله صوتها هيخش ازاي؟ ال 4 4 هتعدي ازاي؟ ثلاثه ابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن. ابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن لان الابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن وكانها وكانها ايه؟ وكانها كولابس بيتنت مين برونكس برضه. ايه كمان؟ كافيتي. لان ال 4 4 تخش بس بشرط تكون كافتي فاضي وسوبرفيشي لارج سوبرفيشي كافتي كونكتد تو ابرونكس وامتي
الاربعه بقى تخش في البرونكس، منها على الكافتي منها على ايدك على طول، مفيش بارير مفيش لاند انترفير مع هذا الصوت. فلما الدكتور يسالك ايه يا ابني اللي يعالج تي بي اف، تقول له كونسوليديشن كافيتيشن كولابس وسبيتد من برونكس ابر ليفل بلورال افيوجن. اقول لكم على سبب تاني، لو تركيه ماركت دي شيفت البرونكس تبقى هنا عند الايبكس اوف ذا لاند، البرونكس تبقى عند الايبكس. فلما تحط كده تقول له اربعه بقى عالي جدا انك ايدك على البرونكس، والبرونكس ايه بتضخم الصوت. خلي بالك من الحكايه دي، عينين كتير قوي ما عندهمش لا كافيتي ولا كونسوليديشن ولا كولابس ولا حاجه، عنده فايبروز. فايبروز من الحاجات اللي بتوجع في تي بي اف. طب ازاي؟ قال لك الفايبروز شد التراكيه، فانا ايدي هنا على المين برونكس الصوت يبقى عالي جدا. شوف بقى التكه دي هنشوفها على العينين ان شاء الله تطفي الاعتبار. ايه بقى اللي يوطي التي بي اف؟ ايه اللي يخلي الاربعه اربعه ما توصلش؟ يا بارير يا اوبستراكشن يا تيشو ديستراكشن. يا بارير يا اوبستراكشن يا تيشو بارير زي ايه؟ اوبستي بلورال افيوجن نيوموثوركس فايبروثوركس اللي هو البلورال ثيكنينج. بارير اوبستراكشن، اوبستراكشن زي ايه؟ فورين بادي تيومر سكريشنز سيفير برونكو سبازم. سيفير برونكو اس بازم سيفير برونكو سبازم. الصوت ما يعرفش عادي. تيجي ديستراكشن زي انفيزيما بدل بسفنجة قد كده، بسفنجة قد كده. وزي الفايبروزس، لان الفايبروزس يا جماعه هيتروجينوس باثولوجي، صوت ما يوصلش. او سوفت فويس، كان تعبان قول 4 4 بتلاقي تي بي اف كويس. نعمله ازاي بقى؟ بتقسم السنتر لثلاث مناطق من قدام، منطقتين من الجنب، ثلاث مناطق ورا. من قدام سوبرا مامري مامري انفرا مامري، من الجنب لور اكزيلري تحت مستوى النبل، ابر اكزيلري فوق مستوى النبل. الباك سوبرا سكابيلا انفرا سكابيلا انتر سكابيلا، سوبرا سكابيلا انفرا سكابيلا انتر سكابيلا. بتحط ايدك ازاي؟ سوبرا مامري كده الميد لاين اهو، والف ايدي كده سوبرا مامري، لازم الف ايدي. اللي بتقارن دي بدي، فلو عملت كده دي تحسب بالتيك، دي تحسب بالهيل، والتيك مور سنس تبع الهيل، تلاقي دي اعلى، فلازم الف ايدي. مامري على النبل بالظبط، قول 4 4 قول 4 4. ينفر مامري تحت مستوى النبل، لور اكزيلري لور اكزيلري لور اكزيلري ابر اكزيلري ابر اكزيلري. اقعد اديني ظهر سوبرا سكابلر سوبرا سكابلر انفرا سكابلر انفرا سكابلر انتر سكابلر انتر سكابلر بالطول، انتر سكابلر بالطول وقارن. اطلع النتائج ازاي؟ النتائج محتاجه تدريب كبير. هو النورمال ايه؟ انه سيمتريكال بس الشمال اوطى سنه من اليمين بسبب وجود الهارت، والابكس اعلى سنه من البيز عشان البرونكاي اكبر. كذلك الانتر سكابلر ريجن عشان فيها برونكاي اكتر من البيز، بس فرق طفيف، الفروقات دي طفيفه يعني. هسهل لك الدنيا، لو لقيت الناحيتين سيمتريكال اسال نفسك سيمتريكال بس يكاد يكون مش محسوس، تقول عليه ديمنشن. انما لو اسيمتريكال شوف الاوطى، لو الاوطى تكاد تكون غير محسوسه يبقى هي دي الديمنشن. انما لو الاوطى واضحه يبقى الثانيه اللي عاليه، يبقى الثانيه الايه؟ اللي عاليه. الكلام ده هنقوله تاني على الحالات. نتائج التي بي اف ما تقلقش منها قوي، هيحاسبك عليها لو واضحه جدا، لو مش واضحه جدا ما بيحاسبش عليها. هو اللي يهمه التكنيك والاسباب اللي بتعلي والاسباب اللي بتوطي، فما تتخضش من التي بي اف خلاص. ده المهم الريزلت يتسق مع التشخيص. ايه اكتر حاجه علينا تعمل سيمتريكال ديمينيشن؟ الانفيزيما. ايه اكتر حاجه علينا تعمل يونيلاترال ديمينيشن؟ الفايبروزس. اللي يعلي الكافتي والكونسوليديشن، اللي يعلي الكافتي والكونسوليديشن، قلنا الماركت تراكيشن ده اللي علينا بقى، اللي فعليا هنشوف الاتحاد. بالبابول رونكاي وبالبابول راي. بالبابول رونكاي، ما الفرق بين الزمارة والأنبوبة؟ ما سين، ما الفرق بين الزمارة والأنبوبة؟ الزمارة بتزمر أنبوبة تأمل صح. الزمار عباره عن انبوبه فيها ستينوزس. من حسن الحظ ان البرونكاي بتاعتنا مجموعه من الانابيب وليست مجموعه من الزمنين.
فالهواء ده في الخارج ما بيزمرش. انما لو جيت انت على البرونكاي عملت فيها ستينوزس زي فورين بادي زي تيومر زي سكريشن زي برونكيال ازمة زي كرونيك برونكايتس، الله مش ده كلام خدناه الحصه اللي فاتت، فيقوم الهواء داخل الخارج بيزيق يعمل الصوت ده السماعه. الصوت ده اسمه ويزس او رونكاي جمع رونكس. لو عالي انف بالذات لو لوبيتش تخين ممكن يتسمع بالايد زي ما كنا بنسمع المرمر ونسميه سريل، بنسمع الرونكاي ونسميها بالبكول رونكاي. بعملها ازاي؟ بحط ايدي في نفس الاماكن بتاعت التي بي اف وبنفس الترتيب سوبرامامري سوبرامامري مامري، لازم يكون بارزه بس في كل مره لازم تقول للعيان ايه؟ خد نفس وخرجه، خد نفس وخرجه. تي بي اف كنت بتقول له ايه؟ قول 4 4 قول 4 4. خلي بالك مين اللي لازم يسمع الاوردر؟ المنتحر. هو اللي هيدي الضرب. قول 4 4 قول 4 4، خد نفس وخرجه، خد نفس وخرجه، لازم الاوردر يتسمع. طيب البلو بالرب اللي هو البلوريسي ممكن ازاي افرق اذا كان ده اللي انا حاسه ده بلورا رونكايو بلبا بالرونكايو ولا بلبا بالرب؟ بالسماعه. لو سمع رونكايو يبقى ده بلبا بالرونكايو، لو سمع رب يبقى ده بلبا بالرب، لحد ما ايدك تاخد على الفرق بين الاحساسين، اربط اللي انت حاسه باللي انت سامعه لحد ما تاخد. طب انا يا دكتور مش بعرف افرق اصلا بين الرونكايو والرب، هاخدها على ستوبيش. بالسيشن سي كارديولوجي سي انسبكشن، نفس الكلام قلنا في انسبكشن هو هو بس بالبيت الايبكس اللي بتبقى راسترنا بالمونري اورت ايبكس الاكسبانشن. في ايبيكال وفي بيزل وفي سبكوستال وفي بوستيريور بيزل. الايبيكال بص ازاي، تعالى كده الايبيكال تحط ايديك على كده اهو، صباعك مضمومه وايديك بالطول، خد نفس جامد خرج، خد نفس جامد خرج اهو كده 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 كده. لا في فولد سكين ولا حاجه، الفينجر تيبس متشعلقه على الكلاب كده ده الايبيكال. البيزل صامدينك على الكوستال مارجن اهو والاربع صوابع باصين على ورا وبعاد عن بعض زي المروحه، وبايدي كلها اخد فولد سكين نفس تفتح من 3 ل 5 سم اتفرج. ساعات بقى يبقى في يونيلاترال ليميتيشن او بايلاترال ليميتيشن، تتعمل من ورا كمان اسمها بوستيريور بيزل، خد نفس على مستوى الريب نمره 10 لازم تاخد فولد سكين برضه. في بقى حاجه اسمها سب كوستال، تحط ايدك تحت الكوستال مارجن خد نفس، السب كوستال انجل توسع لو ضاقت يبقى سيفير انفيزيم اسمها هوفر ساين، اشرحها لكم دلوقتي. الاول تعالى نشوف ايه اسباب الليميتيشن، اسباب البايلاترال ليميتيشن ايه؟ اليونيلاترال ليميتيشن الاول نفس اسباب الاسيمتريكال شيست، الفايبروس الكولابس اللي بيعملوا ريفراكشن والديفيوجن والنيموثوركس والنيمون اللي بيعملوا بلش على جنب واحد خلاص، مش قلنا اي اسيمتري بيبان. طب ايه اللي يعمل سيمتريكال ليميتيشن؟ انفيزيما مش فيكسد ان سبايراتري بوزيشن والبايلاتر انترستيشال لانج فايبروس. بس الفايبروس يا جماعه هتلاقي المنظر عامل كده النورمال اهو، الليمت ده اهو صح، شوف بقى في الفايبروس الليمت بيبقى فجاه ليه؟ لان الفايبروس تيشو مش الاستيك زي النورمال لانج، فبيوصل الالاستيك ليمت بتاعته صغر، يسموا الحكايه دي دور ستوب بريدنج فينومينال، دور ستوب يعني زي صدقت الباب كده بتقف فجاه، دور ستوب بريدنج فينومينال. ديوك اخر زمن. ومن ورا نفس القصه. ايه بقى الهوفر ساين؟ قال لك ادي السبكوستال انجلان وادي الدافرام اهو. الدافرام نورمال لما بيكون تراكت اللي بيحصل؟ بينزل لتحت. الو ايه طب انا دافع معلش وقت محاضره تاني ولا تاني. بصوا كده يا جماعه الدافرام بينزل كده. طب والانتركوستلز بتعمل ايه؟ بتعمل بامب هاندل، بتزود الترانسفيرس دايمتر صح ولا بتاع باكت هاندل فاكرين؟ فتوسع السبكوستال انجل. الطبيعي الريبس اهي لما تبقى هوريزونتال توسع السبكوستال انجل مع النفس.
إذن اللور بارت بتاع اللاترال تشيست وول اللي هو ده خاضع لقوة واحدة، قوة الانتركوستلز، بتشده على ايه؟ على بره، عشان كده سبكوستال انجل مع النفس بت ايه؟ بتوسع. في السيفير انفيزيما الدافرام بيبقى فلات، بيفقد الفيرتيكال موفمنت بتاعته. في يوم لما يكونتراكت يخسر ولا لا؟ طب لما يخسر يشد على مين؟ على جوه، يشد على اللاترال تشيست وول على جوه، فاصبح الانتركوستال بتشد على بره والدافرام بيشد على ايه؟ على جوه. مين اقوى، الدافرام ولا اللور انتركوستال؟ الدافرام. فيكون نتيجه ان السبكوستال انجل تضيق اثناء النفس مش توسع، طبيعي كده. الانتركوستال بس اللي بتشد على بره باكت هاندل، انما لما الدافرام يكون فلات السبكوستال بتشد على بره والدافرام فلات فبيشد على جوه، ما ملوش فيرتيكال رينج يتحرك فيه فبيشد كده، الدافرام اقوى فيقوم شديد على جوه فالسبكوستال انجل تضيق. ولذلك حط ايه تحت الكوستال مارج، تقول له خد نفس، لو بتضيق دي اسمها هوفر ساين، من علامات السيفير انفيزيما، دليل على الفلات دافرام هوفر. قلت له حضرتك قلت انها اقوى في الكوستال مارج، انا بتكلم على اللور انتركوستال بس مش على الانتركوستال كلهم، انا بقارن ما بين قوه الدافرام واللور انتركوستال، بلاش علاقه بقى ميل وفي مين، كده كده الدافرام اقوى من اللور انتركوستال. الدافرام شغال؟ لا افلات، انفيزيما مخليها فلات، فلما بيكونتراكت بيكونتراكت كده مش بيكونتراكت كده، لا لا مش بارلايز، لو بارلايز ما كانش عمل الساين هوفر ساين، ده الاكسبانشن. بص البركشن بياخد 10 دقايق، مش حرام ناخد له ريست؟ حرام نقول ونروح. اي والله والله يا رب. طيب لو تمسكت بحقوق القانونيه هخش في الاسكالتيشن وانجز، انما انا شايف برضو ان انتوا تعبانين زي مش هتبقى تعبانين. Thank you.
كاشن البركاشن له قواعد بتاع الشيست. لايت بركاشن ما عدا الابر بوردر اوف ذا ليفر والباك. الابر بوردر اوف ذا ليفر متغطي عليه بلانج، متغطي عليه بلانج، والباك عشان فيه هيفي ماسلز. القاعده الثانيه صباعك دايما بالعرض ما عدا الكرونيكز اسمس والبارا فيرتيبرال ريجون، ما عدا الكرونيكز اسمس والبارا فيرتيبرال ريجون، دول بالطول. القاعده الثالثه البركشن في الشيست كومباراتيف ما عدا الان بيرد ستراكشرز زي الليفر، مالوش ليفر الناحيه الثانيه، والبير اريا والتروبس اريا. طب الخطوات، اول حاجه ابر بوردر اوف ذا ليفر، تاني حاجه البير اريا، وبعدين اخر حاجتين الكرونيكز اسمس والتروبس اريا، وفي النص الكومبارجن قدام كلافيكل مع كلافيكل، انفرا كلافيكل مع انفرا كلافيكل، 100 كلافيكل من 2 ل 6 لان بتخلص عند 6، 100 اكزيلر من 4 ل 8، سكابيلر في سوبرا سكابيلر وانفرا سكابيلر من 7 ل 10 عشان اللانج بتخلص عند 10 والايبكس عند 7، بس يقول لك لو ربع ايديه لقدام ممكن ابتدي من هنا من 5، والبارافرتبرال من اعلى نقطه ل 10. كويس. النورمال ايه؟ النورمال تلاقي اللانجز كلها ريزونت، بس البير اريا في 3 و4 ضل، والابر بوردر وذا ليفر في 5 ضل. لو لقيت اللور بوردر تحت 5 او البير اريا ريزونت، ده معناه ان اللانج دي هايبر انفليتد، وبالتالي هايبر ريزونت. يبقى الهايبر ريزونس لا يسمع. في ناس فاكره ان ريزونت بيرن، هايبر ريزونت بيرن قوي، لا، الهايبر ريزونس يستنتج بس بيرن قوي تقديريا. انما لو هايبر ريزونت وبترن بقى قوي، ده اسمه تمبانيتك ريزونت. ادي انواع ريزونت. الضلنس كانك بتبركس ليفر، ضل اللانج زي الليفر كده، ده اسمه ضل. ستوني ضل كانك بتبركس حيطه، ده بيجي مع الدلورال ديفيوجن. في درجه بسيطه من الضل اسمها امبيرمنت، دي ما تبقاش عارف هي ريزونت ولا ضل الا بالمقارنه بالايدنتيكال بوينت، عشان كده لازم نعمل كومباريزون. تعال نشوف الكلام. تايدل بركشن 2 3 4 5 ضل، خد نفس جامد واكتمه. ريزونانت يبقى دايما فراجماتيك، ضل اطلع وان سبيس اباف، ريزونانت يبقى سوبر دايفراجماتيك، ضل يبقى دايفراجماتيك باراليسيس اللي هو التايدل وريفرس التايدل بركشن زي ما قلنا في الكارديولوجي شرحناها قبل كده. الطبيعي ان الليفر يبقى فين؟ في 5 بالهيفي بركشن، لكن في 6 لو باللايت بركشن. ما لو عملت هنا لايت هيديني الريزونانس بتاع اللايت، مش كده؟ ده يسموه ابسوليوت ضلنس اوف ذا ليفر، عشان كده بعمله هيفي. في ناس تقول لك اعمله من ورا، تلاقي من ورا عند ايه؟ عند 9، من عند الايبكس اوف ذا سكابيلا 7 8 9 تلاقي ضلنس. وفي ناس تقول لك طيب البركشن في الشيست تعمل من ورا، في ناس يقولوا كده، دكاتره كتير يعني. بس خليك عارف احنا بنعمل من قدام عادي، بس لا، لو حد قال لك هو بيتعمل من هنا قول له الاصل بتاعه من ورا يا دكتور. يقول لك اعمل لي الاصل، قول له عين. لو لقيته بقى نازل عن مكانه سواء من قدام او من ورا، ده معناه ان في ريزونانس انكروتشنج ذا هيباتيك دالنس، يبقى الرايت لانج دي هايبر انفليتد يعني فيها انفيزيما او نيموسوت، تبقى هايبر ريزونانس. هاجي على البير اريا 3 ريزونانس 4 و5 ضل، انما لقيت ريزونانس ريزونانس ريزونانس، يبقى في ريزونانس انكروتشنج البير اريا، يبقى اللانج دي هايبر انفليتد بانفيزيما او نيموسوت، تبقى هايبر ريزونانس. لو نفس المنظر ده بس رهين عالي جدا، بس تمبانيتك ريزونانس زي الطبله، يحصل مع التنشن نيوموسوت. طيب بعد كده كومباريزون، ستريتش الميديال 1 ثيرد اوف ذا كلافيكل وخبط كده دايت، وخبط كده دايت. بعدين انفرا كلافيكلر، انفرا كلافيكلر. بعدين ميك كلافيكلر 2 مع 2، 3 مع 3، 4 مع 4، 5 مع 5، 6 مع 6. لازم كومباراتيف. انت بتقول لايت بركشن، لكن الحقيقه اعمل بين اللايت والهيفي، سموه نورمال بركشن. 2 قصادها 2 يبقى تحتها 3، عشان ما اقعدش اعد من الاول، يبقى قصادها 4، يبقى تحتها 3، يبقى تحتها 4، يبقى قصادها 4، تحتها 5، يبقى قصادها 5. ماشي هذا الكلام بالكومباريزون. هاجي على الميد اكزيلري، الو البتاع اتصلح ولا ايه؟ لا ده خالص، ليه؟ Thank you.
100 اكسلري من 4 ل 8 4 مع 4 انزل بقى 5 مع 5 انزل 6 مع 6 لغايه 8 الباك سوبرا سكابيولا مع سوبرا سكابيولا انفرا سكابيولا ربع ايدين قدام 5 مع 5 6 مع 6 7 مع 7 8 مع 8 9 مع 9 10 مع 10 البارفرتبرال بالطول من اعلى نقطه كل 5 سم سبيس على طول محدش يقعد يعد محدش يقعد يطلع سبيسز لحد 10 كرونيكز اسمس بتقف ورا العيان وبتقسم الميديا لتلاتر واسباب الضغط على كرونيكز اسمس قلناها حاجه على التروبس اريا 6 8 9 11 حط صباعي بالطول وعلى بره في اتجاه السبلين بالطول تاني وعلى جوه في اتجاه الليبر بالعرض على فوق في اتجاه اللنج بالعرض على فوق تحت في اتجاه كوستال مارش دالز من جاي من هنا سبلين ومجل جاي من هنا يبقى هيباتو مجري في الليفت لوب من هنا اسايتس او بريجنانسي من فوق بلورال او بريكاردال افيوجن من هنا نفسها يبقى فاندل تيومر او فول ستومك من هنا يبقى سايتس انفيرسس توتاليس لسه قايلين الكلام ده المره اللي فاتت منهم سببين سوبر دايفراجماتيك بلورال او بريكاردال افيوجن افرقهم ازاي الانفرا دايفراجماتيك بالتايدل بركشن ريزونانت 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 ضل خد نفس جنب اكتمه ريزونانت انفرا دايفراجماتيك ضل ده يبقى سوبر دايفراجماتيك اللي هو الفرق بين الشيست كوس والابدومنا كوس مش كده تروبس اريا بياخدوها بناخدها في الشيست وفي الابد يقول لك طيب لو لقيت ضنس على البيز اوف ذا ليفت لانج مش عارفك هي بالمونري ان اوريجن ولا بلورال ان اوريجن قول له بركس التروبس اريا لو ضل يبقى بلورال ان اوريجن لان البلورا جزء من التروبس اريا اما اللانج ما هياش جزء من التروبس اريا دي بوردر يقول لك ايه الفيسيولوجيكال كوزز تقول له بريجنانسي وفول ستوب يقول لك طب ايه اللي كبر التروبس اريا قول له عكس سبلينو مجالي يبقى سبلينكتومي يبقى مجالي شرانك الليفر بلورال فيوجن يبقى نيموثوركس اسايتس يبقى اسايتس يبقى ايه يبقى نيوموبريتونيوم نيوموبريتونيوم اللي هو الرابشر هولو بيستس فول ستومك يبقى دايركت ستومك ادي خمسه من التسع اسباب ينفعوا يتعكسوا ما مش كل التسع اسباب ينفعوا يتعكسوا يعني عكس بريجنانسي ايه ابورشن تكبر اكيد لا في حاجه اسمها شيفتنج دالنس تشخيص الهايدرو نيومو ثوركس العيال قاعد اهو عنده هايدرو نيومو ثوركس بتكاس على ظهره من فوق لتحت ريزونانت 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 ضل تميله لقدام ري بتكاس تبقى ريزونانت لا ينزل على تحت ولا يعمل كده بتكاس على ظهره في طريقه ثانيه ليها زي الاسايتس ريزونانت 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 ضل ينام على الجنب الثاني تبقى ريزونانت زي الاسايتس بالظبط بس على الشيست في طريقة ثالثة شوية. ادي البركشن. أسباب الضنس على اللنج إيه؟ طبعًا أسباب الضنس على الكرونيكز اسمس قلناها. فايبروست تيومر، تيوبيكروس فايبروس، تيوبيكروس كل بتاع برونكو ليمونيا، فريد لاندرز برونكو ليمونيا اللي بيعمل لك كلابسيلا. ماسف بلورال فيوجن، انسيست بلورال فيوجن. فايبروست تيومر. إيه هو الأوسكالتيشن؟ نعمله إزاي؟ بس السماعه عامله ازاي؟ ان شاء الله نعرف نخلص الحلقه بعدين اهو عشان ما حدش يقول اشرف زكي بيطول. بص في ساعه.